بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الثانوية العامة الأعزاء، طلاب الدور الثاني، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة والمراجعة النهائية وبرنامج مدرسة على الهواء، وذلك في اللغة العربية، لغة النبوة والقرآن والأدب، لغة الفصاحة والتبيان والعربي، جبريل ناطقها والسحر منطقها، والله كرمها في أعظم الكتب. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا اليوم الأستاذ الفاضل أستاذ سعيد هاشم، الخبير بوزارة التربية والتعليم. أهلا بك أستاذ سعيد. أهلا بك الصلاح، وأهلا بكل طلاب الثانوية العامة. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. دائما وأبدا أقول للطلاب الأعزاء الذين يشاهدون اليوم، ليس معنى أننا قد أخفقنا في الدور الأول أنها نهاية العالم، ولكن دائما وأبدا ليس الفشل هو أن تسقط، ولكن الفشل هو أن تبقى أينما سقط. دائما وأبدا بإذن الله تستطيع أن تتخطى هذه المرحلة، وبإذن الله يكون القادم أفضل. معنا اليوم مراجعة نهائية للدور الثاني، نموذج الامتحان، وبإذن الله نستطيع من خلاله أن يعني نمر على كثير من أجزاء المنهج. سنبدأ بالقصة كما تعودنا في نماذج الوزارة. طبعا هي نماذج الوزارة أو في الامتحانات بنبدأ بالتعبير، لكن احنا سنترك التعبير للحلقة، حلقة المراجعة النهائية، سنتحدث عنه أيضا بالتفصيل كما فعلنا في الدور الأول، ولكن نبدأ الآن بالقصة. معانا أستاذ سعيد قصة، أسئلة في يعني صح وغلط وكده، ويعني طبعا مع حضرتك عايزين نبسط الأمور للطلاب. اتفضل حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أؤكد مرة ثانية على أن الله عز وجل قدر لك الخير أينما كان، ولا تيأس كما قلت في المرة السابقة، وخذ من هذه المحنة منحة وانطلق معنا للأمام. في المرة السابقة ركزنا معك على النحو والبلاغة، واليوم نبدأ بالقصة. وكتاب الأيام كما درستم وكما تعلمون يحتاج منا إلى معرفة تسلسل الأحداث وتتابعها، وبعض الأحداث الرئيسة هي التي تأتي في الامتحان، فلا تخف من كتاب الأيام لأن الأسئلة تأتي فيه إن شاء الله سهلة وبسيطة. سنتعرض لبعض الأسئلة الآن معك بني وبنيتي، واختبر نفسك معنا وسوف تجد أنك إن شاء الله ستتواصل معنا وتستطيع أن تجيب، فلا تخشى من الامتحان القادم، والنجاح سيكون حليفك إن شاء الله. مع السؤال الأول، طبعا صح أو خطأ زي ما احنا هيتعرض قدامنا على الشاشة دلوقتي، بيقول لي صح أو خطأ، ومن خلال الصح أو خطأ أنا عايزك تبقى برضو عارف الأسئلة بتاعت يعني تقدر أنك أنت فاهم أجزاء المنهج. السؤال الأول يا أستاذ سعيد بيقول لي: انقطع الصبي عن الكتاب لمرضه. الطالب يا أستاذ سعيد يتعامل مع الأسئلة اللي بالشكل ده، سواء الاختياري أو الصح وغلط، لازم يكون عارف الأحداث. نعم، يعني لازم يكون عنده فكرة عن الحدث كويس، ولازم يكون فاهم القصة. خلاص، هو القصة ما فيهاش دلوقتي لا مفردات ولا قطعة، هو بيجيب له الأسئلة في صورة مباشرة من غير لا قطعة ولا مترادفات. نعم، فالأمر بيبقى بالنسبة له أسهل. طيب، انقطع الصبي عن الكتاب لمرضه، ايه يا استاذ سعيد الولد، ايه راي حضرتك في ده؟ بمجرد ان يتذكر الطالب ويقرا هذا السؤال لابد وان يفكر: هل انقطع الصبي عن الكتاب بسبب المرض الذي لحق به؟ في القصه لم نقرا ان الصبي اصيب بمرض سوى فقدان البصر، ولكنه عندما انقطع عن الكتاب انقطع لسبب آخر، وهو أن شيخا آخر توسل إلى أبيه كي يذهب إلى كتابه، وبالفعل نجح هذا الشيخ في استقطاب الصبي إليه، فانقطع الصبي عن الكتاب لأن فقيها آخر كان يحضر إلى بيته. معنى ذلك أننا عندما نقرأ هذا السؤال، إذا كان السؤال يأتي بصح أو خطأ، فإننا عندما نقرأ ونقول انقطع الصبي عن الكتاب لمرضه، الإجابة بالفعل ستكون خطأ. تمام، يبقى هنا الإجابة خطأ، لأن زي ما قال أستاذ سعيد إن انقطع الصبي عن الكتاب لأن الأب
قد أقسم أنه لن يعيده عن الكتاب إلى الكتاب مرة ثانية، وأتى إليه بفقيه أو بشيخ، هو الشيخ عبد الجواد، كان يأتي إليه في المنزل ليقرأ له القرآن. السؤال الثاني: أطلق الفتى لسانه في سيدنا والعريف بسبب طرده من الكتاب. يعني برضه هنا الولد أطلق الفتى لسانه في سيدنا والعريف بسبب طرده من الكتاب؟ لا، ظن الفتى أن برضه ده خطأ، لأن الفتى ظن أن الأمر قد انبت بينه وبين الكتاب وأنه لن يعود إلى الكتاب مرة ثانية. لو تفتكر أن الولد لما أبوه جاب له الشيخ عبد الجواد في البيت، ظن الفتى أنه لن يعود إلى الكتاب مرة ثانية وأن الأمر قد انبت بينه وبين الكتاب، فأطلق لسانه في الشيخ والعريف إطلاقا شنيعا، وذلك ليس بسبب طرده من الكتاب، وإنما لأنه ظن أنه لن يعود إلى الكتاب مرة ثانية. تفضل أستاذ. مع السؤال الثالث: نعم. لم تدم سعادة الفتى مع الفقيه الجديد لأن أباه جعله يعود إلى الكتاب. هذا السؤال هل هو صواب أم خطأ؟ فكر معي قليلا وسوف تصل إلى الإجابة. لم تدم سعادة الفتى مع الفقيه الجديد لأن أباه جعله يعود إلى الكتاب، هل هذه الإجابة صواب أم خطأ؟ إذا تذاكرنا الأحداث سنجد أن الفتى بالفعل قد رجع مرة ثانية إلى الكتاب، والسبب في ذلك يرجع إلى أن سيدنا قد توسل إلى والد الصبي حتى أعاده. إذن الإجابة صحيحة. وقبل أن ننتقل لابد أن نتذكر في هذا الموضع قد يأتي لنا سؤال آخر: ما الدرس الذي تعلمه الصبي في تلك الفترة عندما انقطع عن الكتاب وأطلق لسانه في سيدنا والعريف ثم عاد مرة أخرى وكان قد تيقن أن أباه لن يرجعه إلى الكتاب مرة أخرى؟ لماذا؟ لأنه كان قد أقسم ألا يعود إلى الكتاب، فعندما عاد الصبي إلى الكتاب تعلم دروسا كثيرة، منها الاحتياط في اللفظ، الاحتياط في اللفظ، وهذا يجب أن نتعلمه جميعا، نحتاط فنمسك ألسنتنا ولا نقع في أحد. الدرس الآخر: تعلم أنه لن يطمئن إلى وعيد الرجال لأن أباه قد أرسل الأيمان إرسالا مثل سيدنا، ولكنه حنث في يمينه وأعاد ابنه إلى الكتاب مرة ثانية. طيب السؤال التالي: كانت القاهرة في خيال الصبي هي الأزهر ومشاهد الأولياء والصالحين. تفضل. كانت القاهرة في خيال الصبي الأزهر ومشاهد أولياء الله الصالحين. بالفعل الصبي كان يحلم ويتمنى أن يذهب إلى القاهرة، ولكن عندما أتى منذ 5 سنوات سؤال قريب الشبه من هذا، وكان السؤال في موضعين: هل كان هدف الصبي أن يذهب إلى القاهرة للالتحاق بالأزهر أم لزيارة أولياء الله الصالحين؟ فأخطأ الكثير من الطلبة آنذاك واعتقدوا أن الصواب هو زيارة أولياء الله الصالحين. هذا السؤال كان في حوالي 2013 تقريبا يعني، لكن الصواب آنذاك في هذه السنة كان الالتحاق بالأزهر. إذن كان الصبي في مخيلته أن يذهب إلى القاهرة ويعلم أن القاهرة بها مستقر الأزهر ومشاهد أولياء الله الصالحين. فإذا جاء السؤال بهذا الشكل نعم، لكن إذا سئلنا هل كان هدف الصبي هو الذهاب إلى القاهرة كي يزور أولياء الله الصالحين أم الالتحاق بالأزهر، طبعا يقدم الالتحاق بالأزهر وهو الصواب. تمام. تعلم الصبي الاحتياط وعدم الاطمئنان إلى وعيد الرجال. طبعا لسه أستاذ سعيد قايل لنا تعلم الصبي الاحتياط في اللفظ وعدم الاطمئنان إلى وعيد الرجال. الاحتياط في اللفظ لا يتحدث أمام أصحابه حتى لا يقع في مثل هذه المشكلة، وعدم الاطمئنان لوعيد الرجال لأن أباه قد أقسم أنه لن يعيده إلى الكتاب. وتعلموا أيضا الصبر، فما هي إلا بضع أسابيع وسيذهب إلى القاهرة مع أخيه الأزهري ليلقى دروس العلم في الأزهر. السؤال التالي: تفضل يا أستاذ. أضحى أهل القرية ينتظرون عودة الأخ الأزهري في شوق عظيم. أضحى
يعني صار أو أصبح أهل القرية ينتظرون عودة الأخ الأزهري اللي هو أخو الصبي في شوق عظيم. طبعا أحداث القصة تؤكد لنا ذلك، أنهم كانوا ينتظرون قدومه ويتحدثون قبل قدومه بشهر أو أكثر، ويسألون والده عنه كثيرا. وفي الاحتفال بالمولد النبوي أقيم له احتفال خاص، وأحضروا له مركوبا وطربوشا وفرسا، وطفوا به القرية. وهذه كانت عادات القرية قديما عندما كان العلم فيها شحيحا قليلا، فكان للعالم مكانة عظيمة يتيه بها بين أهل قريته. إذن الإجابة هنا ستكون صواب. الإجابة صواب. لا يخضع العلم لقانون العرض والطلب كغيره. هنا الإجابة خطأ، لأن العلم يخضع لقانون العرض والطلب، وقانون العرض والطلب هو قانون في الاقتصاد، كلما زادت السلعة قل الطلب عليها، وكلما قلت السلعة زاد الطلب عليها. والعلماء يعتبرون سلعة، ولذلك يخضعون لقانون العرض والطلب، لأن العلماء في القاهرة يذهبون ويأتون ولا يهتم بهم أحد لأنهم كثيرون، أما في القرية فهم قليلون، فالناس تتعامل معهم وكأنهم قد خلقوا من طينة غير الطينة التي خلق منها الناس. السؤال التالي، حالة اللي هي منع كاتب المحكمة الشرعية بين الفتى وبين الخطبة خوفا عليه. إذا تسرعنا في إجابة هذا السؤال سنقع في الخطأ، لأننا جميعا نتذكر وندرك أن كاتب المحكمة الشرعية قد حال، أي منع الفتى الأزهري اللي هو أخو طه حسين من أن يصعد إلى المنبر. فإذا تسرعنا أخطأنا، ولذلك هذه الأسئلة تحتاج منا إلى التأني والتفكير والتركيز. حالة لو لم تكن مكتوبة نستطيع أن نفهم معناها من خلال السياق. حال كاتب المحكمة الشرعية بين الفتى وبين الخطبة خوفا عليه، هو حال يعني بمعنى منع. هل هو منعه خوفا وإشفاقا عليه، أم أنه كان الحقد والحسد يملأ قلبه؟ بالفعل هذا الرجل كان يحقد على الفتى الأزهري، فالحقد والحسد هما السبب في منعه من الخطبة، وليس الخوف أو الإشفاق على الفتى الأزهري. تمام، هو فعلا زي ما قال أستاذ سعيد، يعني الراجل ده كان بيكره أخ الفتى لأنه أخذ المكان التي كان يأتيه بها في القرية، ألا وهي الخليفة التي كان ينتخب في القرية التي كان يتواجد فيها الأخ الأزهري. السؤال التالي، كان صبينا يؤمن بأن العلماء خلقوا من طين. لسه قايل طه حسين كان كغيره من أهل القرية، كانوا يظنون أو يعترفون أو يعتقدون أن العلماء قد خلقوا من طينة أخرى غير الطينة التي خلق منها الناس، وذلك يدل على التبجيل والتعظيم لكل العلماء الموجودين في القرية، وزي ما احنا عارفين ان هم كانوا 4 فقط. ماتت أخت الفتى الصغرى غرقا في القناة القريبة من دارهم. تفضل يا سعيد. الإجابة طبعا خطأ، نعم. لأن الأخت الصغرى ماتت عندما مرضت، وكانت لنساء القرى والأقاليم فلسفة آثمة كما بين الكاتب أو طه حسين في كتاب الأيام. عندما كانت النساء وأشباه النساء يعتمدن على بعض الوصفات البلد كما نقول، ويحتقرن إحضار الطبيب، لذلك الفتاة الصغرى هذه التي كانت تملأ البيت ضحكا وطربا ماتت نتيجة الإهمال وليس غرقا، عندما أصيبت بمرض أصابها حمى فماتت بالحمى. قرر الصبي الوفاء لأخيه بقضاء العبادات نيابة عنه. طبعا قرر الصبي الوفاء لأخيه، نعم، لأن طه حسين الإجابة صحيحة، كان يعلم أن الأخ الذي مات كان يبلغ 18 ولم يكن يعني يقوم بالعبادات على أكمل وجه، كان لا يصلي ولا يصوم، فكان طه حسين يصوم شهر رمضان مرتين، مرة له ومرة لأخيه، وكان يصلي الفرض مرتين، مرة له ومرة لأخيه، وهذا كان وفاء لأخيه الذي قد توفي. إذن الإجابة صواب. السؤال التالي، ظن الأب أن الصبي حزينا عند سفره لفراق أمه. عندما كان طه حسين
في طريقه إلى القاهرة، في طريقه إلى القطار، كي يستقل القطار إلى القاهرة، بعد كان إذنك السعيد حزينا. نكمل بعد إذنك، هنخرج لفاصل إلى قصير ثم نعود إليك. ماشي طلاب الأعزاء، فاصل قصير ثم نعود إليك. أهلا بكم من جديد الطلاب الأعزاء، نستكمل ما بدأناه معا، ونحن ما زلنا في أسئلة القصة وصح وخطأ. طيب السؤال الثاني، حدد له أخوه الأزهري، لا ظن الأب أن الصبي حزينا، أن الصبي حزين عند سفره لفراق أمه. ظن الأب أن الصبي حزين عند سفره لفراق أمه، ليه؟ ده صح ولا غلط؟ طيب الأب قال له فعلا ما بك يا طه، لأنه شافه حزين ومفروض أنه فرحان وكان مفروض مسافر وهيفرح عشان كده. لقاه قاعد حزين فقال له ما بك يا طه، أتريد أن تجلس في حضن أمك؟ أنت عايز تقعد في حضن أمك ولا إيه؟ فكان يظن ذلك، ولكن طه حسين كان حزينا. طب ليه بقى؟ كان طه حزين لأن به حزن، ربما لو أظهره لأبكى هذا الشيخ الكبير. الحزن كان بسبب الأخ الذي مات، فكان طه حسين يشعر بالأسى والألم لأنه سيذهب إلى القاهرة ولن يكون معه الأخ الذي توفي. طيب بالفعل كان طه حسين يحب أن يكون أخوه فتى الطب معه، نعم، لأنه كان أنجب إخوة الصبي وأقربهم إلى قلبه. وعندما سافر وكان في طريق إلى القاهرة تذكر أخاه الذي وراه التراب جهة الغرب، فتمنى أن يكون أخوه معه، لذلك كان حزينا ولم يظهر سبب الحزن لأبيه حتى لا يبكي الشيخ كما ذكرت، ولكنه كتم هذا الحزن في نفسه بالفعل. تمام. عندما نقول، نعم، السؤال التالي، حدد له أخوه الأزهري أن يدرس هذا العام الفقه والنحو، هذا السؤال عندما يأتي لابد أن نسترجع الأحداث. طه حسين كان يتمنى شيئا وأخوه يتمنى شيئا آخر، فهل ما تمناه الصبي تحقق مع ما اختاره له أخوه؟ لابد أن نسترجع الأحداث. لا طبعا، هو زي ما بيقول أستاذ سعيد حضرتك، هو أخوه كان قال له أنت تدرس هذا العام، يعني طه حسين كان عايز يدرس نحو وفقه ومنطق وتوحيد. إذا لم يتفق اختيار أخو الصبي مع ما تمناه الصبي، كان يتمنى شيئا ولكن أخاه اختار له شيئا آخر، ربما إشفاقا عليه، وربما لأنه يعلم أو يظن أن أخاه لن يقدر على تحمل دراسة هذه المواد في تلك الفترة السنية المبكرة. تمام. مع السؤال الأخير، السؤال الأخير في القصة، لم يعجب الصبي أن يحدد له أخوه العلوم التي سوف يدرسها. لا طبعا، هو يعني تماشى مع ما قال له أخيه وقام بدراسة. الإجابة هنا خطأ، لأنه قام بدراسة الفقه والنحو كما حدد له الأخ الأزهر. السؤال التالي في القراءة، وهو في درس قيم إنسانية، وهو الدرس الأخير في كتاب المدرسة، على الرغم أنه كان في العوام السابقة هو الدرس الأول، ومن الدروس السهلة والمهمة جدا جدا جدا، ودائما بيبقى متوقع في الامتحانات سواء الدور الأول أو الثاني. تفضل أستاذ. والحق، نقرأ القطعة أولا كما اعتدنا، لأنها تأتي في الامتحان بالنسبة للقراءة ذي الموضوعات المتعددة، تأتي قطعة فقرة نقرأها نفهمها ثم نجيب بعد ذلك على الأسئلة المطلوبة من هذه الفقرة. تقول الفقرة: والحق أن تعاليم الإسلام السمحة للسيف هي التي فتحت الشام ومصر إلى الأندلس والعراق إلى خراسان والهند، فقد كفل للناس حريتهم لا لأتباعه وحدهم، بل لكل من عاشوا في ظلاله مسلمين وغير مسلمين، وكأنه أراد وحدة النوع الإنساني، وحدة يعمها العدل والسلام والرخاء. الأسئلة بتيجي عبارة عن مترادفات زي ما أنت شايف، وأنت حاول أنك تجيب الكلمة تستمد المعنى من وسط الجملة. يعني هنا بيقولك معنى كلمة كفل، فكفل هنا بمعنى ضمن، فقد ضمن للناس حريتهم.
ومضاد السامحة القاسية. حاجة يعني تعاليم سامحة يبقى تعاليم متشددة متعصبة قاسية، وطالما ما فيش اختيارات الكلمة التي تتماشى تستطيع أن تكون صواب، مش كده يا أستاذ سعيد؟ هو بالنسبة للقراءة بتأتي اختيار من متعدد. يعني ممكن بيجيبها، ممكن لا يعني لا هو في الـ يعني اصل النظام الامتحان مش كاتب، اللي هو كاتب لك ان هو يعني وضع الامتحان بيقول لك ان الامتحانات تيجي هكذا. طبعا حضرتك متواجد هناك، لا لكن مؤسف اكتر من حضرتك. مره جت كده بالشكل ده. اصل ده حاليا امتحان، ده امتحان سنه سابقه يا ماشي، استاذ، ده ده قديما. امتحان سنه سابقه. أما مواصفات الورقة الامتحانية حاليا فلتزم بها اللجنة المكلفة بوضع الامتحان. ومن مواصفات الورقة الامتحانية حاليا في النظام الجديد لابد أن تأتي القراءة اختيار متعدد ألف وب وج في ودال المفردات، في المفردات في المفردات وفي النصوص باستثناء النص الإجباري. نعم، يأتي سؤال بس مقالي هات مرادف وجمع ومقابل كلمة كذا العام وكذا. قبل السابق كان في برضه في الأسئلة الاختيارية في الامتحان اللي هي الاختياري، النصوص الاختياري كانت زي دي بالظبط. مواصفات الورقة الامتحانية في أو العام ممكن بقى الحالي في أو مش هي حاجة كما ثابتة؟ نعم ثابتة نعم كما أقرها المركز القومي للتقويم والامتحانات موجودة تمام. وتؤكد على ذلك. طب ونفس هي بس النظام خلينا سواء جت كده او كده يا استاذ نعم، هي لو جت الكلمه مضاد السامحه، مش انا لو انا جت من اختيار متعدد انا لازم لو هي اكتر لازم اختار اجابه واحده، انما السامحه ديت هي لو جت في الامتحان ممكن، لو العكس بقى انا لو كتبت انا المتشدده وواحد تاني كتب المتعصبه متعصبة. نعم وواحد كتب القاسيه تمشي، مش كده؟ نعم نعم طيب لما تكون الإجابة مفتوحة تمام، يعني ده افضل، عشان كده انا بقول لما تكون للطالب. مثلا هات مرادف كذا في سؤال النصوص بصفة خاصة ويطلب منك أن تأتي بمرادف الكلمة مثلا يؤثر عنه في امتحان الفصل الدراسي الأول سنة في نعم اللي هو نص من لمحات من حياة العقاد. نعم هات مرادف يؤثر عنه، نعم وللأسف في أخطاء كثيرة في هذا السؤال وفي نعم التظلمات حقيقة فعلا كثيرة، لأن الأسئلة هذا السؤال إجاباته بعيدة على كل البعد. وبعض الطلبة للأمانة أجابت إجابة صحيحة نعم وطلبت أن تأخذ حقها، بإذن وبالفعل الله تأخذ يكون حقها إن الطلاب شاء الله الدور الثاني بإذن الله ياخدوا الحق إن شاء الله كاملا بإذن كاملا. الله، بإذن الله. طيب استكمال الأسئلة اتفضل يا أستاذنا. مرادف كافلة إذن بمعنى ضمن، ومن خلال الفقرة نفهم معناها، يعني كافلة كافل الإسلام يعني ضمن الإسلام، ومضاد السمحة المتشددة أو المتعصبة. وعندما نقول مفرد أتباع، مفرد أتباع في السطر الثاني فقد كافل الناس حريتهم لا لأتباعه. الأتباع هل أنا أجيبها اختياري؟ وممكن أجيب كل واحدة اختياري، يعني مثلا السمحة أو المضاد السمحة، هل هي القوية أم البعيدة أم المتعصبة؟ هتبقى كلام حضرتك المتعصبة. نعم. مفرد أتباع هل هي تبع أم تابع أم تبعة؟ هي تابع طبعا، لان مفرد تابع جمعها توابع. تمام. نعم طيب ما الذي ادى الى انتشار الاسلام وما الغايه التي ارادها للانسانيه؟ طبعا هي موجوده هنا في القطعه وممكن تيجي جدا من خلال القطعه. تعاليم الاسلام السامحه لا السيف هي التي فتحت الشام ومصر الى الاندلس. وما الغايه التي ارادها للانسانيه؟ برضو موجودة في القطعة. أراد وحدة النوع الإنساني، وحدة يعمها العدل والسلام والرخاء. يعني ممكن الأسئلة تيجي كده يا أستاذ صلاح، ممكن طبعا من خلال القطعة. طيب أكد الإسلام حرية العقيدة، كيف كان ذلك؟ ولماذا اضطر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القتال؟ هذا السؤال يتكرر كثيرا، وإذا سألنا أبناءنا الطلبة الآن ربما أجد الإجابة عندهم. يعني من يستمع إلينا الآن، هل أجبت على هذا السؤال يا بنية؟ أجبت؟ فكرت؟ نعم، الإسلام أكد على حرية العقيدة، ونزلت آية صريحة في هذا الشأن حيث قال المولى عز وجل لا إكراه في الدين، أي لا يجبر أحد على ترك دينه والدخول في دين الإسلام، وهذه أعظم حرية أكد عليها الإسلام. إذن الإسلام أكد على حرية العقيدة، ويكفي أن نقرأ قول المولى عز وجل لا إكراه في الدين. ولماذا اضطر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى امتشاق الحسام؟ ما قد يتساءل او يتبادر الذهن هذا السؤال، طب بتقولوا ازاي ان الاسلام ما انتشرش بالسيف؟ امال الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحارب ليه؟
ارد عليه واقول له ايه؟ اضطر الرسول صلى الله عليه وسلم الى امتشاق الحسام، اي حمل السلاح او السيف، للدفاع عن الدعوة الإسلامية التي كانت في مهدها، وكان الأعداء من كل فج يتربصون بها ويحاولون القضاء عليها. تمام، يبقى للدفاع عن الدعوة الإسلامية ضد المعتدين. السؤال الثاني، ما الذي أوجبه الرسول صلى الله عليه وسلم على المسلمين في معاملة الأمم المغلوبة؟ طبعا الرسول يعني اتخذ قوانين من شأنها يعني معاملة الأمم المغلوبة معاملة حسنة في الحروب، عدم قتل شيخ أو امرأة أو طفل أو قطع شجرة، معاداة من يعادينا ومسالمة من يسالمنا، الحرب للدفاع عن العقيدة فقط. يبقى محاربة من يحاربنا ومسالمة من يسالمنا، الحرب للدفاع عن العقيدة فقط. وقلنا دي الإجراءات أو القوانين اللي اتخذها الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملة الأمم المغلوبة. السؤال الثاني، وبيجي الامتحان عبارة عن سؤالين، كان في الامتحان السابق أو في نماذج الامتحانات السابقة كان من المفترض أن الإجابات أن يأتي للطالب سؤالان يختار منهم واحدا، أما الآن فالسؤالان لابد أن يجاب عنهما كاملان، أو بيجي بقى يقول لك دال أو هي، أجب عن دال أو هي، ده في النصوص أو في قراءة أو كده، خلاص ما فيش حاجة اسمها هنسيب نص أو هنسيب درس قراءة، طبعا أنتوا عارفين الكلام ده من الدور الأول. اتفضل يا أستاذنا. السؤال الثاني في القراءة وهو إجباري هو الآخر، تقول الفقرة التي أمامنا الآن: وحسبنا أن نشير في هذا الصدد إلى ما يقوله الإمام الغزالي منذ 9 قرون في كتاب إحياء علوم الدين تحت عنوان بيان العلم الذي هو فرض كفاية. أما فرض الكفاية من العلوم المحمودة فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب، إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان، وكالحساب فإنه ضروري في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرها. وهذه العلوم التي لو خلا البلد ممن يقوم بها حرج، فلا يتعجب من قولنا. هذه الفقرة التي أمامنا الآن يأتي عليها بعض الأسئلة. نقول في السؤال الأول: هات من القطعة أو هات مرادف حسبنا. كلمة حسبنا هل نستطيع أن نقول مثلا بعض الاختيار من متعدد؟ حسبنا هنا بمعنى نحصيها نعدها يقدر بنا يكفينا. أنا بقول حسبنا الله ونعم الوكيل، أي يكفينا الله. يكفينا. يبقى هنا حسبنا يكفينا. مفرد الوصايا وصية، ومضاد المحمودة المذمومة، المحمود عكسها المذموم. طيب السؤال الثاني بيقول لي: ما العلوم التي تحدث عنها الإمام الغزالي وما أمثلتها؟ إيه العلوم اللي تحدث عنها الإمام الغزالي وإيه هي الأمثلة بتاعتها؟ تحدث الإمام الغزالي عن العلوم الضرورية لحياة الأبدان وحياة الناس، والتي هي ضرورية لحياة الأمم والشعوب، وبيّن أن الحاكم المسلم يأثم إذا لم يوفر هذه الصناعات لبلده. فالطب والكيمياء والحساب والزراعة والحياكة والتجارة والنجارة وغيرها من الصناعات لو خلت من أي بلد لما استطاع هذا البلد أن يعيش، فلا بد أن تتوفر هذه الصناعات في أي بلد حتى تستقيم أمور الناس. نعم. طيب، شاور الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه برغم كمال عقله. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن ما قد يعرفه شخص لا يعرفه آخر، لأن علوم الكون كثيرة وغير متناهية. يبقى علل ليه؟ أولا حتى تكون قاعدة شرعية من بعده. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يشاور أصحابه لأنه كان يعلم أنه أراد أن يجعل هذه قاعدة شرعية من بعده. ده واحد. اثنين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن ما قد يعرفه شخص لا يعرفه آخر، لأن علوم الكون كثيرة وغير متناهية، ولا يمكن لشخص واحد أن يجمع كل هذه العلوم في ذهنه. يعني على الرغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا ينطق عن الهوى، إلا أنه أراد أن تكون هذه قاعدة شرعية ليعلم المسلمين من بعده نفس هذه القاعدة. السؤال التالي، نعم،
سئل النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة في أمر من أمور الدنيا، وقيل في أمر النخيل، فقال لأصحابه: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. في هذا القول إشارة إلى الجمع بين علوم الدين والدنيا. إذا طلب منك أن تفسر هذا الكلام، فماذا ستقول؟ بأي شيء ستجيب؟ هذه الأسئلة تحتاج منك يا بني ويا بنيتي أن تكتب فيها على الأقل سطرين أو ثلاثة أسطر على الأقل. فكر فيها. أنتم أعلم بشؤون دنياكم. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس عقلا وينزل عليه الوحي يقول لصحابته: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، وكأنه يؤكد على أن بعض العلوم قد تتوفر عند بعض الناس، وخصوصا من أمور الدنيا. من أمور الدنيا تتوفر عند الطبيب أمور الطب، وعند القائد في المعركة أمور الحرب، وعند الزارع أمور الزراعة، وعند التاجر أمور التجارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لنا في هذه المقولة أن هناك تكامل بين علوم الدنيا وعلوم الدين، ولا بد من وجود متخصصين في كل مجال من مجالات الحياة. فأنتم أعلم شؤون دنياكم هي تفتح الباب على مصراعيه للتشاور وللتخصص في مجالات العلوم المختلفة. طبعا هي أنتم زي ما قال الأستاذ سعيد، أنتم أعلم بشؤون دنياكم هي يعني يفتح الباب واسعا أمام ما لا حصر له من العلوم، وهذا ما كان يدفع أو ما يريده درس العلم في الإسلام. طيب نأتي إلى فرع آخر، ألا وهو الأدب. وكثير من الطلاب في الثانوية العامة يعني يخشون أسئلة الأدب ويخافونها، ولكن في الفترة الأخيرة أصبح سؤال الأدب ليس يعني تلقينا أو حفظا أو حفظا كما في الفترة السابقة، أصبح يأتي في الفهم. وسؤال الأدب بتاع هذا العام في الدور الأول كانت الأسئلة سهلة وواضحة، ويعني الحمد لله كنا جبنا أنا أستاذ محسن هنا في ليالي الامتحان الأسئلة يمكن بالتفصيل، جبنا زيها بالتفصيل بالضبط. وإحنا هنا برضو إن شاء الله من خلال تواجدنا سواء أنا أو أستاذ محسن أو أستاذ سعيد هنقول في خلال ليالي الامتحان والنهاردة وكده أسئلة مهمة في ليس في الأدب فقط ولكن في كل الفروع. طبعا سؤال بيقول: تحدث عن دور جيل التطوير في معالجة مشكلات المجتمع. فضل. جيل التطوير نقصد به الجيل الذي تتلمذ على يد البارودي وجاء من بعد البارودي، سواء بالمراسلة أو بالمشافهة أو بالقراءة والاطلاع. هذا الجيل الذي توفرت له مجموعة من العوامل جعلته يكمل مشوار البارودي، بل يضيف عليه ويجدد فيه. هذا الجيل الذي انفتح على الثقافة الغربية وعمل بعضهم بالصحافة وتوفرت لهم من السبل والوسائل ما لم تتوفر للبارودي، جعلت هذا الجيل يكمل المشوار الذي بدأه البارودي فيعالج مشكلات عصره اجتماعيا وثقافيا، لأنه انفتح كما قلت على الثقافة الغربية، ولأن هناك عوامل أخرى خارجية وداخلية أثرت في هذا الجيل كثورة 19 وتحرير المرأة وعمل بس المرأة. بس ده لو سألني ما العوامل التي أثرت في جيل أنا أريد هنا أن أفتح المجال واسع، لكن الإجابة مختصرة أنا فاهم مكتوبة على أمام الطالب، أنا عشان بس الطالب يبقى فاهم. أنا عارف أن حديثك يعني مكتوبة، أنا دايما بتعامل بعد إذنك السعيد يعني كطالب، يعني أنا كطالب بس بحاول أن أفهم كطالب قدام عشان الطالب أكتب إيه، عارف؟ أنا فاهم أن حضرتك أنا بشرح بتوسع يعني بشرح عشان لو جه سؤال تاني لو عايز جه سؤال تاني، لكن إجابة مكتوبة قدام الطالب وأراها قدامنا على الشاشة دلوقتي. تمام. زي مكتوبة قدامهم على الشاشة أروها، بس أنا حاولت أن أنا أشرح صح أنا شايف أنا فاهم معلومة أضيف لهم معلومة إضافية، لكن الإجابة مكتوبة دلوقتي قدامك يا ابني. نعم. لو أنت كتبت كده وإجابة قريبة منها، إحنا بنتعامل بروح الإجابة، مش النموذج ده نموذج حرفي، ده الكلام ده بنقوله في التصحيح أثناء التصحيح وهو أثناء التظلمات. جماعة إحنا النموذج ده استرشادي، اتعامل معاه بالروح. الطالب مش هيحفظ الكلام دوت بالنص لأنه مش قرآن هيكتبه يعني بالنص. لو أنا كتبت الطالب يا أستاذ سعيد أنا عالجوا مشكلات مجتمعهم وما يتصل بها في كل المجالات اجتماعيا وثقافيا وفكريا وخلاص، خلاص انت جبت الإجابة 100 100. طب بارك الله فيك يا أستاذ. طيب بالرغم من التطوير الذي جاء به تلاميذ البارودي إلا أنهم ظلوا مرتبطين بالماضي. طبعا تلاميذ البارودي كانوا بيميلون إلى التجديد، لأن على الرغم من المدرسة
كلاسيكيه كانت بتميل الى الماضي، لكن تلاميذ المارودي يعني زي ما قال لنا استاذ سعيد الان ان هم يعني كانت لهم عوامل جعلتهم يميلون الى التجديد. العوامل التي جعلتهم زي استاذ سعيد قالها لنا، لكن ده خلاهم يجددون، ولكن هل معنى هذا انهم تركوا الماضي تماما؟ لا، هم اللي عملوا ايه؟ ظلوا ياخذون من الماضي، اهتموا بشعر المناسبات وما زالت اشعارهم تبدا بالغزل زي القديم. إذن هناك بعض الأشياء التي تدل على أن تلاميذ البارودي لم ينفصلوا عن الماضي تماما، وليس كما يقال ليس في الإمكان أبدع مما كان، هم خدوا من الماضي وخدوا من الحديث، ولذلك سميت هذه المدرسة بالكلاسيكية الجديدة. أحمد شوقي لم يترك القديم تماما، ولكنه أخذ من التراث ما يتلائم مع الجديد، وأيضا كل تلاميذه سواء حافظ إبراهيم أو أحمد محرم أخذوا من القديم والجديد، ولذلك هم أخذوا مثل ماذا؟ اللي هو شعر المناسبات والاهتمام بالبدء بالغزل ووصف الأطلال. ولذلك كان جه سؤال برضو من 3 سنين، وقام تلاميذ البارودي بين اتجاهين مختلفين اذكرهما. السؤال ده اتكرر في ال5 سنوات الأخيرة مرتين، اللي هو الأخذ من التراث والالتفات إلى ثقافة العصر. الالتفات إلى ثقافة العصر اللي هي العصر الحديث، والأخذ من التراث اللي هو الكلاسيكية الجديدة. نعم، كلاسيك قديم وجديدة، بياخدوا من التراث ده قديم والتفات لثقافه العصر بحاجه ايه؟ جديده. نعم، احنا حتى كنا بنقول يا استاذ سعيد يعني عامل زي الشاب اللي هو يعني لا يترك الماضي تماما، واللي بيجي يلبس مثلا ما يسيبش ياخد في حاجه اسمها اصول، في حاجه اسمها تراث، في نفس الوقت ما يتماشاش مع العصر الحديث تماما او يقلد الغرب تماما، في حاجه اسمها هنا ان انت شرقي وليك اصولك وتقاليدك، فده هو ده زي بالظبط اللي هي الكلاسيكيه الايه؟ الجديده. طيب عندنا هنا أبيات جميلة لشاعر معاصر يخاطب أبناء العروبة، وإحنا بعد الأدب بيجي في الامتحان البلاغة. نعم، هو البلاغة عليها كم درجة يا أستاذ سعيد؟ البلاغة 6 درجات، والأدب 6 درجات برضه. الأدب تمام. بيكون 3 أسئلة كل سؤال عليه درجتين، وفي الأدب بيكون أجب عن ألف أو باء في موضعين، فده الأدب بالنسبة ليك يعني يعتبر كويس. أجب عن ألف أو باء بالنسبة للمدارس الشعرية. احنا عندنا الأدب مدارس شعرية والنثر، نصوص النثر ونصوص النثر. فالمدارس الشعرية هيجي فيها سؤالين، من ضمنهم فيهم سؤال أجب عن ألف أو باء. فإذا كان ألف صعب هتجاوب باء، جاوبت الاثنين بيتصحح الاثنين. طب فنون النثر ما فيهاش اختيار وتاخد الدرجة الأعلى. فنون النثر، النثر فيها برضه سؤالين، الرواية والمسرحية والقصة القصيرة. نعم، تختار ألف ده أو هي. الدور الأول دوت كان فيه سؤالين أجب عن ألف أو باء. في الأدب جيم أو دال، كانت أو دال أو هي. بيجيب بس ألف البلاغة طبعا ما فيهاش اختيار. لا، البلاغة فيه سؤال فيها الأخير فيه اختيار من أجب عن ألف أو باء. وأنا بوصيك يا ابني جاوب عن الاثنين، جاوب أجب عن ألف وباء الاثنين مع بعض، لأن ربما تجاوب عن ألف وأنت معتقد إن هو صح يطلع ألف غلط، تجاوب باء يطلع صح. ألف عليه درجتين وباء عليه درجتين، لو علمنا لك ألف وكان عليه درجة ونص وباء عليه درجتين بنلغي الواحد ونص وناخد الايه؟ الاثنين. فأنت في السؤال اللي هو أجب عن ألف أو باء جاوب الاثنين. في طبعا الطالب الدور الثاني ما يقولش إن أنا عايز أنجح، لأن أنت لو فكرت فقط في النجاح للأسف مش هتنجح. أنا عايزك تجيب درجة، يعني تنظر إلى إن أنت بإذن الله يعني تجيب درجة تعديك، ويعني بإذن الله تبقى درجة كبيرة بإذن الله، حتى ده يبقى دفعة إن هي تبقى أنت عارف إن دي كانت يعني سقطة ولن تتكرر بإذن الله. اتفضل يا أستاذنا. البلاغة دايما الطالب يجد فيها صعوبة، والصعوبة تأتي من أن الأبيات التي توجد أمامه لم يقرأها قبل ذلك، فحاول أن تفهم معناها. اقرأ الأبيات مرة ومرة ومرة، واقرأ عنوان الأبيات. أحيانا عنوان الأبيات يوضح لنا المقصود منها. هيا بنا نقرأ الأبيات ونحاول مع بعضنا البعض أن نفهم محتوى هذه الأبيات. بعد إذنك يا أستاذنا بس الورقة عشان الطالب. تمام، زي ما بيقول أستاذ سعيد، يعني أنا مش عايزك كمان تقف قدام كلمة. في واحد طالب يلاقي قدامه كلمة صعبة فيقول لك أنا مش فاهمها، فيفضل يسأل بقى ويفكر. أنت مش لازم تفهم كل كلمة في الأبيات، أنا عايز فهم عام، عايز فهم عام لأبيات البلاغة والعاطفة المسيطرة على الشعر، لأن العاطفة هي مفتاح الإجابة عن أسئلة البلاغة. تفضل أستاذ. تقول الأبيات:
إني أرى سبب الفناء وإنما سبب الفناء قطيعة الأرحام. فدعوا مقال القائلين جهالة، هذا عراقي وذاك شامي، وتداركوا بأبي وأمي أنتم أرحامكم برواجع الأحلام. وكما لكم هدف فإن لمثله سعي وغاية صبوتي وهيامي. جميل. السؤال الأول دوت بيتكرر كتير جدا، ما العاطفة المسيطرة على الشاعر وما أثرها في اختيار الألفاظ؟ أو ما العاطفة المسيطرة على الشاعر وما أثرها في الأفكار؟ أو مزج الشاعر بين العاطفة والأفكار؟ أو ربط الشاعر بين الخيط الفكري والخيط الوجداني؟ أو تعانقت أفكار الشاعر مع وجدانه؟ السؤال بتاع العاطفة، العاطفة في جزء أساسي منه، وبتكون النتيجة إن أنت تعمل إيه؟ وده أسهل حاجة، تحاول تستشف أو تستنتج العاطفة المسيطرة على الشاعر في الأبيات. ولو قال لي العاطفة وقد جاءت الألفاظ ملائمة لها، بجيب العاطفة أقول وقد جاءت الألفاظ ملائمة حيث قال، ونأتي ببعض الألفاظ الملائمة، لفظ كذا ويحب كذا، لفظ كذا ويحب كذا. إنما لو قال لي العاطفة والأفكار بقول لقد سيطرت على الشاعر عاطفة مثلا الفرحة، الحزن، الفخر، الاعتزاز، وقد جاءت الأفكار ملائمة لها، وأقوم بشرح مبسط للأبيات، الأفكار العامة للأبيات. وفي الآخر بقول وبذلك يكون الشاعر قد مزج بين العاطفة والأفكار، لأن الشاعر الجيد هو من يفكر بقلبه ويشعر بعقله. سنة 2004 جه قال لي مزج الشاعر بين العاطفة والصور التعبيرية. الصور التعبيرية هنا يعني كل حاجة. هتقول له لقد سيطرت على الشاعر العاطفة، وقد جاءت الأفكار ملائمة لها، وقد جاءت الألفاظ ملائمة لها، تقول له الأفكار وتشرح والألفاظ وتطلع بعض الألفاظ، وقد جاءت الصور ملائمة لها وتطلع بعض الصور الخيالية. ده جه مرة واحدة في الامتحان، مرة واحدة. لكن غير كده بيجي يقول العاطفة والأفكار، أو العاطفة والألفاظ، أو العاطفة والخيال، بس السؤال ده لابد أن يتكرر، اللي هو سؤال التجربة الشعرية. اتفضل يا أستاذ. سؤال البلاغة مجموعة من الأسئلة تكرر، لابد أن نفهم كل سؤال أولا حتى ندخل في الإجابة الصحيحة. قد يسألني واضع الامتحان عن الفكر فقط، هذه الأبيات يربطها خيط شعوري واحد، هذا سؤال. في الأبيات ترابط فكري وشعوري، هو نفس السؤال. مزج الشاعر فكره بوجدانه فأبدع وأجاد، هو نفس السؤال. صدقت عاطفة الشاعر وأبدع وأجاد، هذا السؤال إذا جاء بأي طريقة مطلوب مني أن أجيب على العاطفة المسيطرة على الشاعر وأشرح الأبيات. أما إذا سألني عن العاطفة المسيطرة على الشاعر وأثرها في الألفاظ أو أثرها في الصور أو في التعبير، فطريقتنا في الإجابة كما جاء في هذا السؤال، نذكر العاطفة ثم نبين ونذكر كلمتين أو ثلاث كلمات تؤكد على هذه العاطفة. فإن كانت العاطفة فرح نأتي بكلمات تدل على الفرح، وإن كانت العاطفة حزن وألم نأتي بكلمات تدل على ذلك. إذن سؤال العاطفة يقول بطريقة أخرى، كانت ألفاظ الشاعر صدى لعاطفته، وضح ذلك. جاءت ألفاظ الشاعر من وحي العاطفة، وضح ذلك. أو سؤال القطعة، ما العاطفة المسيطرة على الشاعر وما أثرها في اختيار الألفاظ؟ لابد أن نتعرف على العاطفة. العاطفة بتاعت الشاعر ده إحساس، لابد أن نفهم الأبيات أولا، والشاعر عايز حاسس بإيه. لو فهمت الأبيات هجاوب صح، ما فهمتش عمري ما هجاوب صح. هتقول لي في كلمات مش فاهمها في الأبيات، نعم في صعوبة عندك في بعض الكلمات، حاول تفهم الأبيات بتكلم عن إيه. راجل بيتكلم عن سبب فناء الدول العربية، عايز يقول إن إحنا كعرب، أنا شايف يا جماعة إن سبب فنائنا إن إحنا في قطيعة في الأرحام، مش متحدين، مش متعاونين، مش عايزين نردد الكلمات التي يقولها الجهال. طب يبقى دي العاطفة بقى، إيه إحنا مش عايزين نقول في شام وفي عراق، إحنا كلنا يد واحدة، لابد وأن نكون يدا واحدة. أنتم الشباب بصفة خاصة من ستعيدون للعرب مكانتهم. يبقى العاطفة المسيطرة على الشعر عاطفة إيه؟ عاطفة الألم والضيق والحزن لما أصاب الأمة العربية من تشرذم ومن ضعف وتخلف.
يبقى أنا لو قلت العاطفة المسيطرة على الشعر هي الحزن والأسى، وقد جاءت الألفاظ ملائمة لها حيث قال، مثلا زي ما حضرتك قلت لنا كلمة تتلائم مع العاطفة سبب الفناء، وكلمة الفناء جهالة، رواجع الأحلام. الفناء، ماشي الفناء، تمام، قطيعة، جهالة، هذه كلمات كلها تؤكد تدل على على المدى الألم والمعاناة والحزن الذي سيطر على الشاعر نتيجة لما أصاب العرب. تمام. ما نوع الأسلوب في البيتين الأول والأخير وما غرضه البلاغي؟ طبعا لو بصينا في البيت الأول والأخير مفيش أمر ولا نهي ولا استفهام ولا نداء ولا تمني، يبقى ده خبري، والغرض البلاغي تقرير عاطفة الشاعر وهي الحزن. سؤال الاسلوب بالمناسبه، الاسلوب انواع، سؤال يا اما اسلوب خبري يا اما انشائي، يا اما خبر لفظا انشائي معنى غرض الدعاء. فلو الاسلوب مش عندك مش انشائي، يعني مفيش امر او نهي او استفهام او رجاء او تمني او نداء او اسلوب انشائي غير طلبي كالمدح والذم او التعجب، وده ما بيجيش الامتحان، يبقى الاسلوب خبري. واي اسلوب خبري حتى لو جالك سؤال في النصوص او في البلاغه لماذا اعتمد الشاعر على الاسلوب الخبري، هتقول لأنه يفيد التوكيد والتقرير أو يؤكد على كذا، وتشرح الأبيات أو يعني يفيد توكيد، توكيد على إيه؟ شوف الأبيات قدامك بتأكد على إيه؟ وهو بيؤكد على كذا ويقرر حقيقة كذا وكذا. الأبيات اللي قدامنا أسلوبها خبري فعلا للتأكيد على أن سبب القطيعة والتخلف هو التشرذم والتفتت وعدم الاتحاد وعدم التعاون. اتفضل يا أستاذ. ما اللون البياني في البيت الأخير وما سر جماله وما قيمته الفنية؟ وكما لكم هدف فإن لمثله سعي غاية صبوتي وهيامي. طبعا هو فيه هنا لمثله يا أستاذ سعيد، أنا لما يكون عندي مثل أو كأن بتبقى فيه قدر من التسهيل على الطالب، مش كده؟ ليه بقى؟ يعني أنا عايز، أنا لو أنا حبيت أوضح، أنا كطالب أنا أعرف الصورة الجمالية لو فيها صورة جمالية. أنا دايماً أقول يا أستاذ سعيد وحضرتك شوف توافقني، عشان بس ونحن بنوصل للطلاب، لقيت بيشبه حاجة بحاجة نبتدي نشوف دي لا إما استعارة لا إما تشبيه. ما بيشبهش حاجة بحاجة غالباً هتبقى كناية. طب هو مديني أداة تشبيه مثل كأن كاف، يبقى ده حضرتك شايف إيه؟ أنا ممكن أشرحها للطلبة طيب في موضوع كده سريع كده، يعني ممكن نشرح يعني نوضح يعني ايه تشبيه ويعني ايه استعاره ماشي على السريع فعلا، لان احنا بسرعه كده يعني عشان عايزين خاطر ما حدش عايزين يغلط بس معانا. ايوه عشان فهنقول بس ان عندنا عايزين نكمل النموذج. نعم هنقول باختصار كده زي المعادله بتاعه الكيمياء مثلا، لو انا عندي المشبه ده المشبه وعندي المشبه به، ده لو المشبه موجود والمشبه به موجود بتساوي تشبيه بأي أنواع من أنواع التشبيه. لو المشبه مش موجود والمشبه به موجود يبقى أنا عندي بسميها استعارة تصريحية. لو عندي المشبه موجود والمشبه به غير موجود يبقى اسمها استعارة مكنية. ولو حابين نضرب أمثلة سريعة عشان نوضح العملية، أنا عندي العلم نور، العلم نور، عندي العلم موجودة ونور موجودة، يبقى العلم نور مشبه موجود ومشبه به موجود، يبقى ده سميه تشبيه. الأم مدرسة، مصباح الحضارة، تشبيه. لما أجي أقول بقى المشبه مش موجود والمشبه به موجود، زي النص بتاعنا مثلا بتاع نص المساء عندنا في او اسى جرحه الزمان المؤسف، نص احمد شوقي غربه وحنين، او اسى جرحه الزمان المؤسي. كلمه جرحه هو شبه احمد الراجل احمد شوقي ما كانش مجروح، ولكنه يئن ويتالم نتيجه الشوق والمعاناه، فشبه الشوق مش موجود بالجرح وده موجود، عشان كده اسمي جرحه استعاره تصريحيه. لو المشبه هو اللي موجود او اسى جرحه، كلمه اسى جرحه، انا بتكلم على اسى، مين اللي عالج الزمان؟ مين اللي بيعالج الزمن؟ الزمن ده طبيب، يبقى استعاره مكنيه لانه شبه الزمان ده موجود بطبيب غير موجود، يبقى سماها استعاره ايه؟ استعاره مكنيه.
اسهل حاجه في البلاغه ان انا احط المعادله دي قدامي، مشبه ومشبه موجودين بتشبيه، المشبه مش موجود والمشبه بيه موجود، استعاره تصريحيه، المشبه موجود المشبه بيه غير موجود، يبقى اسمها استعاره ايه؟ مكنيه. طيب حضرتك بقى شايف في البيت الاخير في عندنا ايه؟ ما اللون البياني في البيت الاخير واسر الجمال؟ قدامك هو اه طبعا هو في البيت، وكما لكم هدف فان لمثله سعي وغايه في صبوتي وهيامي. طالما عندي في مثل فهنا تشبيه، وهو تشبيه تمثيلي بيشبه صوره بصوره، فيبقى هنا ده اسمه تشبيه تمثيلي، وطبعا هنا قيمته الفنيه توضيح المعنى. طيب انا عايز يعني القيمه الفنيه للتشبيه او الاستعاره، لاما التشخيص او التقسيم او التوضيح. ويمكن زي ما ورانا استاذ سعيد من شويه، احنا يعني برضو الطلاب اللي كانوا متابعينا في الدور الاول، احنا يعني اتكلمنا بالتفصيل ازاي نعرف التشبيه من الاستعاره، وقلنا ازاي نعرف سر جمال التشبيه او الاستعاره. سر جمال التشبيه او الاستعاره لاما التشخيص او التقسيم او التوضيح. لو شبهت حاجه عندي بانسان زي شاكن الى البحر، استعاره مكنيه شبه البحر بانسان يشكى له، يبقى سر جمال التشخيص. لو شبهت حاجة معنوية بحاجة مادية يبقى سر جمالها التقسيم، زي ما أقول أمسكت الكراهية، الكراهية لا تمسك، استعارة مكنية. صور الكراهية بشيء مادي يمسك يبقى سر جمال التقسيم. التوضيح إذا شبهت حاجة معنوية معنوي بمعنوي أو مادي بمادي. إزاي؟ أقول لك مثلا العلم حياة، العلم حاجة معنوية والحياة حاجة معنوية، يبقى التشبيه سر جمال التشبيه هنا التوضيح. أما سر جمال الكناية، وأنا لو ما لقيتش صورة جبلية قصادي أو ما فيش تشبيه أو ما شبهتش حاجة بحاجة، سر جمال الكناية الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل في إيجاز. طيب ما نوع الأسلوب في البيتين الثاني والثالث وما غرضه البلاغي؟ طبعا لو بصيت في الثاني والثالث فهتلاقي فدعوا وتداركوا، هنا في أمر، وإحنا قلنا الأمر أمر نهي استفهام نداء تمني، يبقى اسمه أسلوب إنشائي. والأسلوب الإنشائي بيبقى غرضه على حسب المعنى، هنا طبعا الراجل بيخاطب أبناء العروبة، يبقى هنا في نصح وإرشاد، يبقى اسلوب انشائي امر غرضه النصح والارشاد. سؤال القيمه التعبيريه دي يا استاذ سعيد، يعني انا يجي يقول لي ما القيمه التعبيريه لكلمه كذا؟ يعني ايه القيمه التعبيريه؟ يعني انا اتعامل معاها كطالب ازاي؟ يعني انا مش فاهم، انا مش عارف احلها ازاي. هو سؤال القيمه الفنيه كان جه في الترم الدور الاول وفي وجيت البلاغة. السنه اللي فاتت كمان وجيت السنه دي في البلاغه برضو كان موجود في البلاغه وفأقيم نهضه، كان طلب ما نوع وضح نوع الصورة وبين قيمتها الفنية، وهذا هو كمان بيجي أخطأ فيه الكثير من في القيمة الطلبة الفنية. في القيمة الفنية، القيمة الفنية دي توحي بإيه؟ حيث يعتقد الكثير من جمالها. الطلبة أنها سر جمال. الجمال. لا بعد إذن حضرتك أنا بسأل على سؤال يعني منفصل. هو بيجي ساعات يقول لي، مش بيقول لك ما الصورة الجمالية وما القيمة الفنية ليه؟ لا، يجيب لي مثلا في التكافل الاجتماعي في الإسلام ما القيمة الفنية لكذا؟ القيمة الفنية هنا يعني ايه القيمة الفنية او القيمة التعبيرية؟ نعني بها الإيحاء. نعم. بما توحي هذه الكلمة في موضعها. بما توحي؟ هل توحي مثلا بالحب؟ هل توحي بالاهتمام؟ هل توحي بالنفور من كذا او كذا؟ فالقيمة الفنية تعني او نعني بها الإيحاء. يعني بنتعمق داخل الصورة وفهم الصورة. نعم. ثم نبين الإيحاء الموجود فيها، ولا نقول في القيمة الفنية التشخيص أو التقسيم أو التوضيح، لأنها إجابة خاطئة. القيمة الفنية إذن عندما نريد أن نبين هنا مثلا ما القيمة التعبيرية لقوله بأبي وأمي أنتم. الشاعر هنا يتوسل إليهم ويرجوهم هم، ويقسم، يعني لما أقول لك إيه بأبي وأمي، فداك أبي وأمي، عندما نقول مثلا فداك أبي وأمي يا رسول الله، هذا الكلام فيه دعاء، فيه توسل، فيه رجاء، فيه تعظيم وتقدير. الشاعر أيضاً هنا يقدر دور الشباب ويقدر دوركم أنتم بأبي وأمي أنتم، يبقى الذين تعظيم والتبجيل، يبين أهمية دور هؤلاء في إعادة الأمة لسابق عهدها ومجدها. طيب سعي وغاية صبوتي وهيامي أيضا توحي هنا بالهدف، نبل الهدف، الهدف الأسمى والهدف البعيد، نبل الهدف. تمام. وطبعا زي ما قال الاستاذ سعيد وزي ما انا واحنا بنصحح الكلام اللي زي ده ما بيتاخدش الاجابه يعني بالنص، يعني ما القيمه التعبيريه طالما انت فاهم. يعني انا بقول بابي وامي انتم، فانا كتبت توحي بالتقدير والتعظيم، صح. واحد تاني قال توحي مثلا بمدى قربهم من قلبه، صح. طب واحد تاني يوحي بمدى حرص الشاعر على تقديم النصيحه للشباب، صح.
يبقى طالما بتتماشى مع المعنى والروح للكلام اللي بيصحح ده مدرس لغة عربية وفاهم، فهتاخد الدرجة بإذن الله. طيب نروح لنص التكافل الاجتماعي. تمام، بعد البلاغة بيبقى النصوص، ونص التكافل الاجتماعي من النصوص المهمة جدا جدا للزيات، ويعني إن شاء الله بإذن الله ممكن تلاقيه جدا، سواء يعني من النصوص اللي هي إن شاء الله بتتكرر كتير في الامتحانات. اتفضل يا أستاذ. من صور التكافل الاجتماعي آخد فقرة كده صغيرة نقراها مع بعضنا ونشوف بعض الأسئلة بتيجي إزاي بالطريقة بتاعتنا. كأنما اختار الله لكفاح الفقر أشح البلاد طبيعة وأشد الأمم فقرا ليصرعه في أمنع حصونه وأوسع ميادينه، فإن الفقر إذا انهزم في قفار الحجاز كانت هزيمته في ريف مصر وسواد العراق أسرع وأسهل. ثم اختار الله رسوله فقيرا ليكون أظهر لقوته، كما اختاره أميا ليكون أبلغ لحجته. هذه الفقرة يأتي عليها سؤال من خلال فهمك معاني الكلمات في سياقها، هات مرادف أمنع. وهذا ما قلته منذ قليل مع الأستاذ صلاح، النص النثري بيجي فيه الأسئلة هات مرادف، هات مضاد، هات جمع، على خلاف الأسئلة الشعرية بتكون الأسئلة اختيار من متعدد. عندما يطلب منا مرادف أمنع نذهب إلى الفقرة لنعرف معنى الكلمة في موضعها، فالكلمة تكتسب معناها من خلال وجودها في الجملة الموجودة فيها. ليصرعه في أمنع حصونه، كلمة أمنع هنا أقوى بالفعل، ماشي، ومضاد أظهر. بعد إذنك بس نعدل عشان الصورة بحيث إنها تبقى متماشية. تمام، اتفضل. مضاد كلمة أظهر إذا ذهبنا للفقرة ليكون أظهر لقوته، الظهور هنا الوضوح، فكلمة أظهر هنا بمعنى أوضح وأشد، ومن الممكن أن تأتي بمرادفتين. عايز مضاد أظهر هنا؟ مضاد أظهر. أنا أتيت بمعنى لأن لم نورده عشان نجيب، وعشان نجيب عليه لابد أن نقرأ جيدا. مضاد كلمة أظهر أخفى. ما احنا عشان نجيب المضاد، حضرتك برضو صح، عشان نجيب المضاد لازم نجيب المعنى عشان نقدر من خلالها نجيب المضاد. وجمع كلمة حجته، الحجة عندنا حتى بتكلم بيقول لك فلان ده بيجيب حجج من عنده، يبقى حججه، جمع حجة أو حجته حججه. ومفرد قفار قفر، مفرد قفار قفر. السؤال التالي نفس الفقرة برضه، ربط الكاتب الأسباب بمسبباتها في الفقرة السابقة، وضح ذلك. يعني هيبقى شرح، أي شرح هيبقى شرح مقبول. هيبقى أي شرح مقبول يعني. لا هو يعني إيه الأسباب بمسبباتها؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هو بيقول لك إن ليه ربنا سبحانه وتعالى اختار شبه الجزيرة العربية لينزل فيها الإسلام، فهو جايب بقى السبب والمسبب، السبب والمسبب. هيبقى الشرح ياخد الكاتب أو الطالب الدرجة كاملة. زي فعلا الأستاذ صلاح ما قال كده، مثلا ليه اختار أشح البلاد فقرا؟ ليصرعه في أمن حصون. ليه مثلا اختار رسوله مثلا فقيرا؟ ليكون أصدر لقوته، وهكذا. يبقى الإجابة بهذا الشكل. بس ده سؤال من ضمن الأسئلة الحلوة في الامتحانات. السؤال التالي، السؤال رقم جيم، نفس الفقرة برضه، ما نوع الخيال في أشح البلاد طبيعة وبما يوحي؟ ده اللي اتكلمنا عليه في امتحانات هذا العام. ما نوع الخيال في أشح البلاد طبيعة؟ في هذا التعبير لازم نفهم معناها كويس. أشح يعني أبخل. أشح يعني أبخل. طب يبقى شبه إيه هنا بقى؟ الله يرضى عليك يا صلاح. شفت بقى العملية سهلة لو أنت فكرت. أنت فكر الأستاذ صلاح عمل لك الفكر، إداك الفكر أهو، قال لك أشح يعني إيه؟ أبخل. يبقى أنت ممكن تجاوبها دلوقتي وأنت قاعد قدامي دلوقتي. مين اللي بخيل؟ الأصل فيه يكون مين؟ الإنسان. خلاها وين؟ خلاها مين؟ خلاها البلاد. هي البلاد بتبقى بخيلة؟ لا، ده الإنسان. قال لها يبقى شبه مين بمين؟ شبه البلاد بالإنسان. هي فين الإنسان؟ مش موجودة. يبقى إذن حذف حاجة. هي البلاد موجودة، شبه البلاد موجودة بمين؟ بالإنسان. مش موجودة، يبقى اسمها استعارة مكنية. يبقى هي استعارة مكنية حيث شبه البلاد بالإنسان الشحيح
البخيل وسر جمال التشخيص وتوحي بايه بقى؟ هو عايز بقى توحي بايه؟ توحي بمدى ضياع شبه الجزيره العربيه او بمدى ما تعيش فيه شبه الجزيره العربيه من فقر. اي بشده الفقر فعلا، بشده الفقر فعلا زي ما قلت يا صلاح. ايهما ادق، اذا هزم ام ان هزم؟ طبعا اذا هزم، لان اذا تفيد التوكيد والتحقيق، اما ان تفيد الشك. نعم. بين دلاله استخدام الكاتب كلمتي يصرعه وكلمة قفار في موضعيهما. هو ده اللي لسه قايلينه، دلالة استخدام، القيمة التعبيرية، القيمة الفنية، مش عايز صورة جمالية هنا، هو عايز الإيحاء اللفظي لكل كلمة. الكلمة الأولى طبعا تدل على قوة وقدرة الإسلام في القضاء على الفقر. لو حبيت أسهلها للطالب أقول له تجاوبها إزاي؟ أقول له لو جالك سؤال بطريقة تانية، قال لك أيهما أجمل، يصرعه أم يقتله أو يتخلص منه؟ كنت هتقول لي يصرعه. أجمل ليه؟ لأنها توحي بقوة الإسلام بالفعل في قضائه على الفقر. تمام. كلمة قفار توحي، لسه قايلين كفار طبعا، توحي بمدى المعيشة السيئة، الفقر، الفقر التي الشديد تعيش فيه شبه الجزيرة العربية، الفقر والضنك الشديد بالفعل. تمام. سؤال بعد كده، ما المدرسة النثرية التي ينتمي إليها كاتب النص وما خصائصها الفنية؟ طبعا السؤال ده دايما كان بيجي في نص الصغيران في السنين السابقه، ولو كان جه نص التكافل الاجتماعي في الاسلام كنت اعتقد ان السؤال ده هيجي، لان السنه اللي فاتت جه قال لك ما سمات الاسلوبيه للزيات. ان شاء الله يجي منهم السؤال ان شاء الله. فما المدرسه النثريه التي، انا اقصد في الدور الاول يعني. لا من دولة ان شاء الله، دولة ان شاء الله النهارده يجي منهم السؤال ان شاء الله. ما المدرسه النثريه التي ينتمي اليها كاتب النص وما خصائصها؟ طبعا هي المدارس للنثر، لاما المحافظين لاما المجددين، وهذا النص ينتمي الى المحافظين زي ما كان موجود قدامك على نص. اتفضل. ينتمي الى مدرسه المحافظين في النثر الادبي، خصائصه الفنيه المحافظه على سلامه الاداء وقوته واحياء التراث والتاثر باساليب القدماء وتمجيدهم للماضي وتغنيهم بالماضي. تمام. السؤال التالي، اكتب مما حفظت من النص ما يدل على المعنى التالي. السؤال ده بعليه درجتين. عالج الخالق مشكلة الفقر بطرق عدة، منها محاربة الشهوات والترغيب في الزهد والقناعة والتعفف. اكتب من النص ما يدل على هذا المعنى. طبعا الفقرة اللي موجودة قدامكم، عالج الفقر من طريق آخر غير طريق الزكاة والصدقات، عالجه من طريق الكسر من حدة الشهوة والكف من ثورة الطموح والغض من إشراف الطمع، فرغب الغني في الزهد وأمر الواجد بالقناعة ومدح الفقير بالتعفف. السؤال التالي، قبل ما نبدا السؤال التالي يا استاذ سعيد، احنا كده يعني كنا مع بعض قدرنا نخلص قصه وقراءه وادب وبلاغه ونموذج في كل جزء، وبعد ما ننتهي من التكافل الاجتماعي في الاسلام ناقصنا فيه سؤال او اتنين، هنبتدي في النصوص اللي هي بتعتبر الشعريه. وبفكر الطلاب ان مفيش نصوص اختياري في نظام الامتحان الجديد البوكلت او كراسه الاجابه، مفيش اسئله اختيار من اكتر من نص، هو كل النصوص سيتم الإجابة عليها. قبل أن نستكمل الطلاب الأعزاء نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد الطلاب الأعزاء، نستكمل ما بدأناه، نستكمل الآن نص تكافل الاجتماعي في الإسلام ثم نستكمل نص النسور ورثاء مي. معا انتهينا من القصة والقراءة والأدب في نموذج شامل بإذن الله تجدون منه الكثير في امتحان الدور الثاني بإذن الله. تفضل يا استاذ. السؤال التالي في عند الزيات، بما يتميز السجع والازدواج عند الزيات؟ هذه الاسئله موجوده في التعليق، وعايز اكد على الطلبه ان التعليق مهم جدا. يمكن في سؤال لازم بيجي، لازم جه السنه دي، تجلى ابداع العقاد العبقريات. في ابداع عبقرياته، واشتكى الكثير من الطلبه وللاسف بعض الزملاء. هذا السؤال إجابته موجودة بالنص في كتاب المدرسة في الدراسة والتحليل، صفحة على الشمال فوق كده موجودة. أنا أقصد بس حتى سهلوا على الأمر وقالوا أن نعم. يكتب سمات أسلوب العقاد هياخد الدرجة كده. نعم، الدكتور أحمد شلبي مستشار اللغة العربية، الراجل يعني بس في بعض الطلاب للأسف كتبوا ده، وبعض الزملاء ما عرفش ما دهمش الدرجة. من باب التسهيل والتيسير قال اللي يكتب الطالب لو كتب الخصائص اسلوب، ربط بين خصائص اسلوبي وسماته الشخصيه اللي موجوده في اعتبر الاجابه صحيحه في الدرس. بس في بعض الزملاء ما مدوش الدرس، في بعض الزملاء ما ادوهاش، بس احنا في التظلمات اي طالب بيجيبها في التظلمات بنديها له. انا موجود، انا النهارده لسه مخلص الساعه 3:30 النهارده، واي ورقه زي كده تيجي قدامنا بنديها. والله يعني
احنا كنا بنديها في التصحيح يعني احنا وانا مصحح بنديها انا ما اعرفش يلا نصيب، لكن برضو الطالب انا مش عايز طالب برضو من الطلاب يقول لك شفت انا كنت كاتبها صح واللي هم عاملين قصادنا والكلام ده. انت جايب يعني طبعا هو قدر الله وما شاء فعل، ولكن انت جايب اقل من النصف يعني انت في كل الاجزاء انت اقل من النصف، الا معنى بعض الطلاب بالتاكيد لم يكن هناك مجال لدخول الامتحان في يعني الدور الاول. فكما اتفقنا يعني ما مر مر، والاتي باذن الله افضل، وعلى المرء ان يسعى وليس عليه ادراك النجاح باذن الله. نعود الى سؤال العقاد، وطبعا نص التكافل الاجتماعي نص جميل جدا، ولو قرانا نحس ان في موسيقى. فلو جالي السؤال عليه بيقول لي بما يتميز السجع والازدواج عند الزيات، هتقرا النص تلاقي الكلام طبيعي، الراجل ده بيقول كلامه طبيعي ليس فيه تكلف، ولذلك الاجابه يتميز بانه جميل وانه غير متكلف، مفيش تكلف خالص. ليه يعني غير متكلف؟ طبيعي، الكلمه تاتي في موضعها، لانه وليد الطبع والحس المرهف والموهبه البيانيه الكبيره. مش بيجيب الكلمه عشان يبقى فيها سجع، ولكنها تاتي لتخدم المعنى. مع السؤال الاخير للزيات، ما المذهب الادبي الذي يمثله الكاتب؟ السؤال ده ممكن يجي بطريقه ثانيه، موجود في كتاب المدرسه، ما السمات البلاغيه القدماء في التعبير؟ السؤال ده من ضمن اهم الاسئله في النص، يمثل لمذهب ادبي جديد يقوم على دعامتين، الافاده من اثار الفكر الغربي والعوده الى بلاغه القدماء في التعبير. طب ايه هو؟ والذي يتسم بالايجاز او رصانه الفواصل وقصرها وجمال اللفظ ووقع موسيقاه السحر. بكده نكون خلصنا او رجعنا مراجعه سريعه على نص من صور التكافل الاجتماعي. تمام. من نص النسور لمحمد ابراهيم ابو سنه. طبعا احنا انا قلت قبل كده انه في كتير بيقولوا ابو سنه، لكن الراجل من كام سنه كان متواجد معانا في مدرسه الفرير وقال هو بنفسه كان جاي يشرح القصه وقال لنا يشرح النص وقال لنا ابو سنه. طيب النسور طبعا بيتحدث الكاتب عن يعني منهجين مختلفين من الناس سريعا، النسور والارانب. النسور هو رمز للإنسان الطموح القوي، والأرانب رمز للإنسان الفاشل الذي لا هم له في الدنيا. وقلت أسهل ما في نص النسور أن النسور والأرانب يعتبروا استعارة تصريحية، لأن النسور شبه الإنسان الطموح بالنس وشبه الإنسان الفاشل بالأرنب. يعني لو جاء لك استخرج صورة جمالية أو ما الصورة الجمالية في النسور والأرانب، واضحة جدا أنها استعارة تصريحية. طيب معانا فكرة، يعني الفكرة الأولى، وطبعا دي من المدرسة الجديدة اللي زي ما أنت شايف مفيش وزن وقافية، المدرسة الواقعية الجديدة بتستخدم ما يسمى بالشعر المرسل. تفضل أستاذ سعيد. من نص النسور يقول الشاعر: النسور الطليقة في الأفق ترفع هاماتها وتحلق، تعلو وتخفق بالزهو، لا تتذكر خضر السهول، بخيراتها تتعقب ورد الذرى في الفضاء السحيق وحلم الكمال. هذه الأبيات. أما الأسئلة التالية فهي كالتالي: مضاد كلمة الطليقة هل هي العاجزة أم الضعيفة أم المقيدة أم المريضة؟ مضاد الطليقة النسور الطليقة، فهل الطليقة معناها أولا كي نصل إلى المضاد؟ الطليقة الحرة، فهل مضادها العاجزة أم الضعيفة أم المقيدة أم المريضة؟ بالفعل أجاب البعض إجابة صحيحة وهي المقيدة. طيب معنى ترسم السؤال مقاها معناها تسجل ولا تصول ولا ترسم ولا ترقب، هي ترقب هنا بمعنى ترقب. ومفرد غدران غدر ولا غادر ولا غدير ولا غادرة، مفرد غدران غدير. غدير غدير اللي هو النهر الصغير أو مجتمع المياه الصغيرة بسميه غدير. طبعا يعبر الشعر في هذا المقطع عن منهج ايجابي في الحياه، وضح ذلك باسلوبك. طبعا هتشرح ان النسور تنطلق وترفع راسها وتحلق ولا تخشى شيء، ودائما ما تريد ان تصل الى قمم الجبال في الفضاء البعيد، وتتمنى ان تصل الى حلم الكمال. يعني شرح مبسط، شرح مع ربط بالاسباب، يعني بالايه مثلا وضح ان هذه نوعيه موجوده في المجتمع، منهج ايجابي، الناس لديهم طموح هم الناس اللي ويتواجهون صعوبات كثيره ولكنهم لا يأبهون بها. طيب وضح الخيال في كلمة النسور.
وبين سر جماله. وانا بقول في البدايه قلت ان كلمه النسور والارانب من اول النص للاخر استعاره تصريحيه شبه الانسان الطموح بالنسر، وهنا سر جمالها التوضيح. طب حد هيجي يقول لي مش شبه الانسان، ليه مش سر جمالها التشخيص؟ لا، هو ما شبهش النسور بالانسان، هو شبه الانسان بالنسور، يبقى هنا سر الجمال التوضيح. ما دلاله كل من، ما دلاله تعالي نعم وكلمة تدفق في موضعيهما. نعم، إذا أردنا أن نذهب إلى كلمة أعالي، كلمة أعالي توحي بالعلو والسمو. أعالي الجبال، يبقى فيها علو، توحي بالعلو والسمو والقيمة العالية. أما الكلمة الثانية فهي كلمة تدفق، وكلمة تدفق توحي بالاندفاع والقوة والسرعة. تمام. السؤال التالي: رمز الشاعر للطامحين بالنسور، فبما تمتاز عن غيرها من الطيور؟ طبعا النسور تمتاز بالإصرار والقوة والسعي والعلو. النسور من أقوى الطيور الجارحة، وهي يعني يعتبر أقوى إن لم يكن أقوى الطيور، تمتاز بمعيشته دائما في أعالي الجبال والقوة والإصرار على اصطياد الفريسة، ولذلك اتخذتها بعض الدول رمزا لها، ونحن في مصر في العالم نعم النسر رمزا، رمز لنا في ختم النسر. نذهب إلى النص التالي في رثاء مي للعقاد. نعم. يقول الشاعر: أين في المحفل مي يا صحاب، عودتنا ها هنا فصل الخطاب، عرشها المنبر مرفوع الجناب، مستجيب حين يدعى مستجاب، أين في المحفل مي يا صحاب. هات مرادف المنبر والمحفل، مرادف كلمة المنبر الموضع الذي يقف عليه خطيب المسجد، ولكن هنا عرشها المنبر يرمز بالمنبر هنا إلى المكانة العالية التي تبوأتها مي، فهو موضع. بس هو عايز ليس المقصود وإنما المرادف. أوضح المعنى ثم وضحت نعم أنا فاهم، أنا برضو أنا بقول لحضرتك أنا كطالب أنت حضرتك بتعمله تمام، بس أنا بقول كطالب أجاوب. المنبر حضرتك قلت لي إيه تاني؟ موضع الإمام أثناء أداء الخطبة. تمام. وجمع منبر منابر. جميل. المحفل، وهي تنطق بفتح الميم بفتح الفاء او كسرها، المحفل او المحفل. ما معنى كلمة المحفل استاذنا؟ المحفل هنا اجتماع الناس، حتى جاءت منها كلمة حفل واحتفال. فأين المقصود هنا؟ طبعا لو قلنا المقصود هو طبعا صالون مي زيادة، اجتماع الادباء في صالونها. نعم. مضاد مستجاب، مضاد مستجاب مستجيب. نعم. أو مرفوض. نعم. أو مرفوض. جمع المنبر منابر، المنابر وجمع عرش عروش وأعراش. طيب. تظهر الأبيات تحسر وعدم تصديق شرح من طبعا الشاعر. الشاعر هنا يتساءل أين ذهبت مي، وكأنه لا يستطيع أن يصدق تلك الفجيعة التي حدثت، ثم يتساءل ويقول: عودتنا أن في هذا المكان، وهو الصالون الأدبي، يعتبر فصل الكلام، والكلام الفصل الذي لا يوجد فيه أي نوع من التراجع، عرشها دائما ومكانتها دائما مرفوعة ولها مكانة لا يعني يوازيها مكانة أخرى، فهي مرفوعة، وهي تدعى دائما فتستجيب، وإذا دعت تستجاب، ويتساءل ويعيد السؤال وكأنه لا يستطيع أن يصدق هول الفاجعة، فيقول: أين ذهبت مي الصحاب، وجعل الصحاب وكأنهم يشاركونه لأنه لا يستطيع أن يتحمل هول الفاجعة وحده. السؤال التالي سأوجهه إلى أبنائي من الطلبة. تفضل. الطالب الذي يجلس أمامنا الآن أوجه له هذا السؤال: علل بداية الشاعر للقصيدة بسؤال لا ينتظر له جوابا. أنا منتظر الإجابة، عايز أسمعها. ها حاول. طيب، أنا هو هتلاقي كثير من طلابنا بيجاوبوها دلوقتي. جاوبتها يعني؟ سمعتها أكيد. أكيد. الأستاذ صلاح سمعها منك فعلا. الشاعر بدأ القصيدة بسؤال وهو يعلم إجابته، وعندما وجه هذا السؤال هو لا ينتظر الإجابة، هو يعلم أن مي قد ماتت بالفعل وأنها دفنت، ولكنه لا يصدق هذه الفاجعة التي ألمت به
لذلك بدأ قصيدته بسؤال يعرف إجابته، فلا هو لا ينتظر الإجابة، ولكنها تؤكد على مدى حزنه وتحسره وتفجعه لهول المصيبة. طبعا هنا ما الجمال في عرشها المنبر، هنا تشبيه حيث شبه مكانة ميب أو عرش ميب المنبر، وهو تشبيه بليغ ويوحي بمدى المكانة العالية التي تتواجد فيها مي. أما السؤال الأخير، قصيدة رثائي مي تناقض آراء العقاد ومدرسته الأدبية، ناقض ذلك بالفعل. العقاد ومدرسة الديوان التي ينتمي إليها كان من ضمن نقدها للإحيائيين أنهم يكثرون من شعر المناسبات والمجاملات. عندما أبدع العقاد هذه القصيدة في رثاء مي، قد يقول البعض إنه وقع فيما كان قد عارضه قبل ذلك، فهل هناك تعارض؟ الشاعر نفسه اللي هو العقاد عندما يتعارض أو عندما تناقض مع ما قاله، قال لا عيب، أو النقاد يقولون لا عيب في أن يرثي الشاعر أو يتحدث في شعر المناسبات والمجاملات طالما أنه كان صادقا في عاطفته. وهذه القصيدة كلها صدق، عندما نقرأها نشعر مدى الفاجعة والحزن، وربما يبكي البعض من الطلبة عندما يستمعون لقراءتي لهذه القصيدة وكأنهم يعيشون لحظة الوفاة، فالشاعر يعذر في هذا الأمر ولا عيب في ذلك. يعني هو في الآخر حتى هو بنفسه قال أنه لا عيب في المدح وفي الرثاء إن لم يكن هناك قدر من النفاق وإن كان نابعا من عاطفة صادقة. هو كان في البداية بيقول أنه هو غلط وبعد كده تماشى مع هذا القول. معانا قطعة نحوية بتقول إيه، هنمسكها لأن دي آخر فرع، وطبعا كما تعودنا الطلاب الأعزاء أن النحو هو العمود الفقري للغة العربية، 20 درجة كاملة في النحو، 20 درجة أيضا في النصوص، ولكن 20 درجة في النحو لابد بإذن الله يعني أو تستطيع بإذن الله أن تأخذها كاملة. مصرنا اليوم تحتاج من أبنائها إلى وقفة مع النفس في كل مواقع العمل كي تفك القيود التي تعوق حركتها، فما أعظم وقوفنا جميعا نبذل الجهد كي يزيد الإنتاج بدون عوائق، ومصر مصادر خيرها كثيرة، فالعمل والجد لاستغلال قدراتها البشرية، فنعم إتقانا عمل أبنائها، وإننا أبناء مصر مكلفون بذلك، ولا بد أن تتكاتف جهودنا حتى يعم الرخاء. أول حاجة الإعراب، ودايما نقول الإعراب فرع المعنى، إذا صح المعنى صح الإعراب. دايما بقول للطالب لما تيجي تعرب انظر إلى الكلمة في وسط جملتها، ما تبصش للكلمة لوحدها، حط قوسين على أقرب جملة للكلمة اللي عندك، ولو نظرت هنا هتلاقي كي تفك القيود، دي أول جملة. هنا الجملة اسمية ولا فعلية؟ تفك القيود، تفك القيود، ده هنا جملة فعلية. طب مين اللي بتفك؟ تفك القيود، يعني ايه رأي حضرتك يا استاذ سعيد؟ انا كطالب لما اجي اعرب انا بقول للطالب نبص للجملة كانت جملة اسمية ولا فعلية. نعم. هنا اقرب جملة للكلمة التي لدي كي، هنا دي جملة اسمية ولا فعلية؟ لا جملة فعلية. طيب انا بقى كطالب انا بعد الجملة الفعلية هيبقى فيها ايه؟ انا اعرف ازاي بقى، واعرف ازاي ان كانت الحاجه اللي انت هتقولها لي دلوقتي ان كان دي فاعل، ولا اعرف ازاي؟ حضرتك تقول اتفضل. احنا في المره السابقه وقبل السابقه عندما تحدثنا في النحو قلنا ان هناك فارق بين الجمله الاسميه والجمله الفعليه. الجمله الاسميه تبدا باسم، وضحنا لكم قلنا لكم ان هات كلمه ال وضعها في اول الكلمه، اذا قبلتها فهي اسم. عندما نقول كلمه مدرسه، المدرسه. عندما نقول درس، درس، هل يصح أن نقول آل درس؟ لا، إذن كلمة درس فعل. وقلنا أن الفعل يدل على زمن أيضا بالإضافة إلى المعنى، فكلمة تفك هنا لا نستطيع أن نقول آل تفك، إذن هي ليست باسم. في طالب بيقول لي تحقيق، يعني تقول لي ده، يقول لي تحقيق ده فعل، فعل مضارع. أقول له التحقيق.
التحقيق او حط لها تنوين تحقيقا. التحقيق سهله يعني، التحقيق بقت اسم. فاسهل امر حتى تفرق بين الاسم والفعل الف ولام. الحاجه الثانيه قلت لك ان الاسم المره اللي فاتت يدل على معنى فقط، اما الفعل يدل على معنى زائد زمن. يعني ايه زائد زمن؟ كلمه تفك لسه بتفك، يبقى فعل مضارع. لو قلنا فكت خلصت يبقى كلمه فكت فعل ماضي. طب لو قلنا الواحد فك طلبه يبقى ده فعل امر. يبقى الفعل يدل على معنى زائد زمن. الزمن اما ماضي اما حاضر يحدث الان بسميه مضارع، اما طلب فعل شيء بسميه ايه؟ امر، ويحدث بعد فتره. ده الفعل الايه؟ الامر. وكل فعل لا بد له من فاعل، المره اللي فاتت قلناه. قلنا كمان لو الفعل مبني للمجهول، لو الكلمه اللي قدامنا قلنا مثلا تفك القيود، كنا قلنا على القيود دي. طب ايه رايك يا استاذ سعيد لو انا قريت هنا كي تفك القيود التي تعوق حركتك؟ كي تفك القيود، كي تفك القيود هتبقى القيود نائب فاعل. طب انا يعني انهي الاصح؟ انا بقى كطالب هنا، ما هي ممكن على فكره تمشي الاثنين. القطعه انت لما جبتها المفروض تشكلها، انت جبت القطعه لا بس تشكلها. طب حضرتك في الامتحان بتتشكل اصلا؟ ايوه، امال ايه؟ لو كلمه زي كده ومعالمها مش واضحه. طب ثانويه عامه 2013 قال لي حتى تكون الثمره، وهي في ناس قالوها قروها حتى تكون الثمره. لا ما دي عشان كده ساعتها عملنا في مشكله وتصلح النموذج الاجابه، وهو كانت المفروض الاصل فيها ان هي تكون الثمره. ما هي تكون الثمره ولكن عشان خاطر في كلام حصل فتعدلت الاجابه. اتعدلت وما خلوهاش نائب فاعل على فكره. وفي ذلك السبيل خلينا السبيل برضه خبر المبتدا. ايوه بس ديت ما اتعملتش نائب فاعل. اتعملت فاعل واتعملت خبر كان. انا كنت بصحح ايام. لا انا اقصد ايه، الطالب لازم ياخد من السياق ان كانت الجمله يعني فيها. هي لما جاب لي سئل الاحنف كانت باينه، لان هو مخليها سئل، هتكتب سئل سؤال الهمزه على نبره يبقى لازم تكون مكسوره. وعلى فكره المجهول. اكتر من مره جاب لي ان هو حط لي ضم على الحرف الاولاني، انما افرض ما جابليش يبقى سياق المعنى هو اللي هيعرف. انا يعني معلش هنتهز الفرصه فضل. وهخرج بره الموضوع عشان حاجه بتحصل في التظلمات معانا الايام ديت والطلبه بيقعوا فيها وما بياخدوش عليها درجه. حاجه هكتبها لك كانت سهله معلش موجوده معانا. استخرج من القطعه مصدر لفعل رباعي وللاسف الطالب طلعه ولكن ما شكلوش، فالمدرس ما ادالوش درجه وانا مش قادر اديله الدرجه في التظلمات. ليه؟ كان المطلوب من كلمه الفعل المصدر كان تنميه. فكلمه تنميه لو حبيت اكتبها مثلا، خليك معايا معلش، تنميه هكتبها، هكتب تنمية. عايز الفعل بتاعها، الطالب كتبها لي بالطريقة دي. هو حضرتك قصدك الفعل. الفعل. الفعل هي اللي جت غلط، انما تنمية مش لازم يتشكل. لا هو قال هات مصدر لفعل رباعي واذكر فعله. تنمية خدت درجة. مش لازم. المفروض ان هنا الطالب ده يعني نمى بالتجميل. المفروض ياخد الدرجة، المفروض. ليه؟ لان هو كتبها لي نمى. لكن المدرس قال لك طالما ما حطش الميم عليها شده كده يبقى ما خدش الدرجه. برضه يبقى لا انا احط الشده دي عشان ما خدش درجه. هو مش كلمه تنميه مش محتاجه تشكيل ولا لا. ما هو لا ما بيتكلمش على تنميه، بيتكلم على طلب من الامتحان. هو فعل منه رباعي. ما هو ده مصدر لفعل رباعي واذكر فعله. ما هو فعله كده لو نمى مش رباعي. انا عارف والله، انا قلت أنا كده يا جماعه. بقول يا جماعه يا مدرسين حرام عليكم، لو هي من غير التشديد تتكتب كده انا عارف تبقى نمى. طيب الحتة التانية كان عايز اسم مفعول، كانت كلمة المحمود برضو الطلبة وقعوا فيها في مشكلة عشان ما جابش الفعل مبني للمبني. واذكر فعله مضبوطا، الطلبة عملوها لي كده خد نص درجة. يا عم انت يا ابني حبيبي انت مش قادر تكتب لي كلمة الحق عليها ضمة والميم تحتها كسرة عليها نص درجة لوحدها التشكيلة دي. لا بس هو كمان قال لك مع الضبط، يعني مع هو الضبط. ايوه طلب مع الضبط. هو الضبط اللي هو التشكيل، الضبط اللي هو التشكيل، الضمة ده طيب والكسرة دي. ودايما اسم المفعول دايما بيجي في امتحانات الثانوية العامة، يجي يقول لك هات اسم مفعول وهات كانت المنصورة زمان عندنا مضبوطا من كام سنة نسر. طيب انا هنا هقول هي ممكن تمشي سياق الكلام الى وقفة مع النفس في كل مواقع العمل كي تفك القيود. انا لو قلت تفك القيود طبعا القيود مفعول به منصوب الفتحه، نعدل بس كي تفك القيود. نعم يبقى القيود مفعول به منصوب. انما لو قلت كي تفك القيود وهي برضو يعني مستساغه. لا هي الافضل هنا هتبقى ايه؟ كي على بتكلم عن مصر يبقى كي تفك القيود مفعول به. ولا لو الطالب يعني انا شايف لو هي طبعا ما شكليش وكانت مستساغه ممكن تبقى نائب فاعل. طيب بدون عوائق، كلمه عوائق هنا يا استاذ سعيد انا هقول مضاف اليه، اللي جاي بعد دون مضاف اليه. نعم. طب خليني اخطئ واقول ده مضاف اليه مجرور بالقصر. هغلط في كده. انا بتكلم عن نفسي زي ما جت في سنه من السنين انا ما فكرتش فيها. لان نسيت ان الممنوع من الصرف يجرب الفتحه بس بشرطين. الممنوع من الصرف يجرب الفتحه اذا كان نكره، يجرب الفتحه.
اللي توفر فيه الشرطين هنا ايه هو الشرط اللي هو الاول عندنا ان الا يكون مضافا، وهنا مش مضاف، كلمه عواق مش مضافه. الشرط الثاني الا يكون محلى بال، طبعا هو فما فيهاش محلى بال، لا كلمه معرفة. عوائق مضاف اليه مجرور عن الجر الفاتحه نيابه عن الكسره لانه ممنوع من الصرف. كلمه عوائق اصلا انا اعرف ازاي ان دي كلمه ممنوعه من الصرف؟ عوائق دي تعتبر ممنوع من الصرف صيغه منتهى الجموع. افتكر معايا ان صيغه منتهى الجموع كلمه جمع، جمع تكسير فيها ألف بعد الألف حرفين أو ثلاثة أحرف في وسطهم ساكن، زي تلاميذ، مشاهير، وهكذا. كلمة عوائق ممنوعة من الصرف. أنا دايما أقول للطالب، كان جت في أكتر من سنة من ضمنها ثانوية عامة 2009 جاب لي ممنوع من الصرف يسبقه كلمة باء بمواثيق، وقال لي أعرب. محدش يجي يقول لي أنا طالما جاب لي حرف جر، يعني أعتقد في ثانوية عامة، مش هجيب لك في ثانوية عامة في ثالثة ثانوي جر ومجرور إلا إذا كان يعني في حاجة. فتحط في اعتبارك ان لو في حاجه مجروره بص لها، زي ما قلت لك او جت كذا مره قبل كده، ان جمع المؤنث السالم في حاله النصب وجابها كذا مره مفعول به، نحدد الصعوبات. خد بالك ان هي هتكون منصوبه بالكسر، ولو جاب لك اللي هو الممنوع من الصرف يبقى غالبا هتبقى مجروره بالفتحه بدون عوائق زي ما قال لنا استاذ سعيد. يبقى هنا ده صيغه منتهى الجموع، يبقى مضاف اليه مجرور بالفتحه لانه ممنوع من الصرف. اللي هيكتب مضاف اليه مجرور بالكسره هتتعمل غلط اعتقد تماما، هياخد نص درجه، بتبقى مدارس بقى. لا بتبقى لا لا مدارس. لا 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 احنا متفق، نحن متفقون في التصحيح على ان الطالب اذا اجاب مضاف اليه تمام نصف درجه، مجرور بالفتحه نصف درجه. انا معاك، بس انا عايز اقول لحضرتك انا فاهم طبعا النص خلاص بينزل دلوقتي كده واضح السنه دي، بس انت لما جت بمواثيق اللي انا بقول عليه حضرتك عليها ب 2009 قال لك اللي يكتب اسم مجرور بالكسره احنا بنصحح. الدنيا اختلفت، الوضع بيسهله دلوقتي؟ لا الوضع الحالي دلوقتي. ايوه انا فاهم مع الدكتور احمد، بس بيحط نموذج الاجابه، بيقول يا جماعه نموذج الاجابه بالتفصيل كده، مضاف اليه نصف درجه. انا فاهم، انا كنت بصحح، انا عارف مجرور بالكسره نصف درجه. عارف، وعلى فكره جت السنه دي مضاف اليه مجرور بالكسره كان كلمه عاديه يعني في الثانويه العامه عشان برضه ما نخوفش الطلبه. لا انا قلت لما يكون اسم مجرور بالباء، اسم مجرور بالباء ما جاتش قبل كده، اسم مجرور بالباء وعلامه الجر والكسره او اسم مجرور عامه. لكن انا بقول اصل هو جايبها دكتور احمد او يعني اي مستشار للغه العربيه، اللجنه اللي بتحطها جايبها عشان تقول له، عشان يعرف ان انت عارف انها ممنوع من الصرف. زي كم من شمائل يتحلى بها الفرد وكم من شمائل الخيل يتحلى بها الفرد. طيب اللي بعدها يا استاذنا بيقول واننا ابناء مصر مكلفون. احنا عايزين نوضح الاول للطالب ان المره اللي فاتت عشان اعرف لازم افهم المعنى، الاعراب فرع المعنى. واننا ابناء مصر مكلفون، مش هتكلم في ابناء مصر عشان ما وضحهاش، ولكن هعرب مكلفون الأول. هل نستطيع أن نحذف أبناء مصر وإننا مكلفون بذلك؟ نعم، المعنى يستقيم. إذن كلمة إننا مكلفون، كلمة إننا قلنا إن هنا حرف ناسخ، وإن ضمير مبني في محل نصب اسم إن، إننا مالنا مكلفون. الواو ده هي سهلت للإعراب. ليه؟ لأن إن تنصب المبتدأ وبترفع الخبر، يبقى مكلفون خبر إن مرفوع وعلامة الرفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. الكلمة الأخيرة ولابد أن تتكاتف جهودنا. تمام، وضحتها طبعا. جهودنا، وبسأل نفسي هي مين اللي هتتكاتف؟ الجهود. طالما اللي هتتكاتف الجهود يبقى جهود ده فاعل مرفوع بالضمة، والنا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، أي ضمير يتصل باسم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. نأتي لسؤال الاستخراج، ويسأل هنا بيقول لي استخرج من القطعة أسلوب تعجب وبين المتعجب منه وعربه. تعجب قبل ما هم ما يستخرجوا، أنت بتفكر يا ابني معايا دلوقتي القطعة قدامك، فكر معايا، فكرك بالقاعدة وأنت حاول تجيبها. أسلوب التعجب يأتي اللي هو القياس، يأتي على صيغتين، ما أفعله وأفعل به، ما أفعله وأفعل به. في القطعة دور على حاجة زي كده، هتلاقي في السطر الثاني، دور هتلاقيها انت مع نفسك، انت هتلاقيها في السطر الثاني. ها وصلت لها؟ فعلا هي الكلمة بتاعت السطر الثاني، فما أعظم وقوفنا. ده اسمه اسلوب تعجب. لو طلب منك متعجبا منه استخرج متعجبا منه، يبقى طلع وقوفنا فقط. وقوفنا اعربها، مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة، ووقوف مضاف ونا ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. طيب لازم يجي لي في الامتحان، لازم مصدر، عايز مصدر لفعل رباعي.
طيب انا افكرك ان المصادر عشان اتاكد ان الكلمه مصدر، المصدر عامل زي المفعول المطلق. انا دايما بقول للطالب عايز اتاكد ان الكلمه دي مصدر، اولا المصدر اسم مش فعل، لازم يكون اسم، ينفع تحط لها الف ولا تعالى قبل المصدر وحط الفعل بتاعها. يعني لقيت كلمه زي كلمه انطلاق، تعالى حط الفعل بتاعها قبلها، انطلق. يا ترى ايه المفعول المطلق من انطلق؟ انطلاق، يبقى دي مصدر. طب انا لقيت كلمه زي كلمه مؤمن، شاكك انها مصدر، هات الفعل بتاعها، امن. المفعول المطلق من امن ايه؟ ايمان، يبقى مؤمن دي مش مصدر، يبقى انا تنفع انها تبقى مفعول مطلق. طب مصدر لفعل رباعي، يعني الفعل بتاعها هيكون 4 احرف وليها اوزان، ويا ريت تحفظها، افعال افعله، تفعيل تفعله، مفاعله وفعال، فعلله وفعلان. طيب وبقول في يعني زي ايه نقط كده تقدر من خلالها تعرف ان ده مصدر رباعي، ان المصدر الرباعي اوله الف لازم يكون فيه همزه من تحت، لازم، لو ما فيش همزه من تحت ده مش مصدر رباعي، ده ممكن يقول لك صح الخطا كمان، الف فيه همزه من تحت او على وزن تفعيل او تفعيله. طيب اكيد طالما حضرتك قلت ايوه، في القطعه في مصدرين. انا عايز بقى افكر الطالب، اقول له اسهلها لك شويه، اسهلها للطالب. يا ابني تمام بص معايا في السطر الثالث كده، هتلاقي حاجه في السطر الثالث فيه، ها انا قلت لك في همزه من تحت اهو، في كلمه الايه؟ الانتاج، موجوده الانتاج، الفعل منها ايه؟ انتج. في السطر اللي تحت منها في مصدر عايزك تطلعه انت بقى، مصدر رباعي، مصدر رباعي في السطر اللي بعد منه، فالعمل، ها، هتلاقي في والبيت، هيقول لك في استاذ صلاح قال استغلال. لنا همزه طب من يا تحت، ترى تنفع استغلال؟ تنفع، ده مصدر سدس. استغل، يا اعد استغل على صباعي كده، استغل، 1 2 3 4 5 6، لا يبقى استغلال ما تنفعش الا المصدر اللي فعل ايه؟ سداسي. طيب البشريه تنفع مصدر صناعي خدناه المره اللي فاتت ولا ما تنفعش؟ احنا قلنا المره اللي فاتت المصدر الصناعي اسم اخره ياء مشدده بعدها تاء تانيث بشرط الا تقع في الجمله نعتا، وكلمه البشريه قدامك هنا ايه؟ نعت، يبقى ما تنفعش. طيب اتقان تنفع مصدر؟ ازاي تنفع يا عم؟ طب ما تجيب الفعل منها، فعلها ايه؟ اتقن، عد اتقن، ودي تنفع تبقى مفعول مطلق، اتقن 4. اذا اتقان مصدر لفعل ايه؟ رباعي. وفي همزه من تحت، يعني زي ما قلت لك الحاجتين اللي موجودين فيهم في همزه من تحت وتنفع تبقى مفعول مطلق للفعل بتاعها. طب بيقول لي عايز فعل مضارع منصوب وبين اداه النصب والعلامه، افكرك ادوات نصب المضارع. لما يجي يقول لي عايز فعل مضارع منصوب، اللي فاتت والله ادوات نصب المضارع ايه هي؟ ان ولن وكي وحتى ولام التعليل وفاء السببيه ولام الجحود. فاء السببيه عشان تعرف ان مش اي فيه اتقال لها سببيه، فاء السببيه عشان اعرف ان فاء السببيه لابد ان تسبق بطلب او نفي، امر نهي استفهام تمني نهي. اقول لحضرتك ذاكر دروسك تنجح، امر نهي استفهام تمني نفي. طب او لام الجحود، اعرف ازاي دي لام الجحود؟ لابد ان تسبق بكون منفي، ما كنت لاتراجع عن موقفي، ما كان الطفل ليبكي. لو بصينا للقطعه هتلاقي في السطر الثاني كي، عندي كي وفعل مضارع بعدها فعل مضارع منصوب. او الثالث او الاخير ان يزيد. تتكاتف، او الاخير ان تتكاتف، تمام. عايزين وحتى نستخدم يعم برضو بعدها على طول، في كتير، احنا عايزين نستخدم اسم مختص. طيب اسما مختصا، افكر الطلاب برضو الاسم المختص بيتكون من ايه؟ بتدور على ضمير المتكلم او ضمير المخاطب زائد اسم معرفة، والاسم المعرفة ده لو شلته من الجملة ما يأثرش في الكلام. والاسم المعرفة ليه 3 اشكال، معرف بال ومعرف بالاضافة او بعد ايها او ايتها. طيب فين هنا يعني استاذ سعيد هيعلم هيعرفنا هنا فين؟ احنا لو قلنا الاسم المختص بيأتي بعد ضمير للمتكلم او للمخاطب احيانا، فلو بصينا في السطر الاخير واننا ابناء مصر، واننا ابناء مصر، نعرف يبقى بالإضافة كلمه ابناء مصر جاءت لتزيل الابهام الموجود في الضمير انا المتصل بان، اننا مين؟ ابناء مصر. يبقى اذا كلمه ابناء مصر هنا اخص، اقصد، اعني ابناء مصر، فكلمه ابناء اسم مختص، والاسم المختص يعرب مفعول به منصوب وعلامه النصب الفتحه الظاهره. عايزين نستخرج من القطعه اسم مره، وده جت في امتحان السنه دي وحصل فيها مشكله. ليه؟ الاجابه السؤال كان جاي بيقول انا عايز هات اسم المره من الفعل انار في جمله من عندك. طيب الطلبه غلطوا فيه طبعا، ليه؟ بعض الطلبة الشطار
أخطأوا فيها في كلمة أنارة. إحنا عندنا اسم المرة يدل على حدوث الفعل مرة واحدة. زي إيه؟ لما أقول لك فلان ده أكل أكلة. أكل أكلة. الفعل الثلاثي مرة على وزن واحدة فعلة. بس. فعلة. يدل على حدوث الفعل مرة واحدة على وزن فعلة، ده من الثلاثي. ومن غير الثلاثي على وزن لما خلي بالك قبل ما أقول لك على غير الثلاثي والمشكلة اللي حصلت السنة دي. أنا عندي في غير الثلاثي زي انطلقة. أقول الاسم المرة منه إيه؟ انطلاقة. طب أنا عندي أنارة. المفروض تبقى إنارة. طب المصدر الصريح من أنارة إيه؟ أنا هوضحها في ورقة مكتوبة قدامك عشان أقول الطلبة أخطأوا فيها في إيه؟ قال بيقول لك إيه؟ عايز بص معايا هنا الفعل أنارة. عايز منه اسم مرة. المصدر الصريح من أنارة، المصدر الصريح إنارة. يبقى اسم المرة لو كتبت كلمة إنارة يبقى مش هتدل على حدوث الفعل مرة واحدة. قالوا يتوصل إلى اسم المرة من الفعل اللي مصدره آخره تاء تانيث بوصفه بكلمة واحدة. فلما الطلبة كتبوا إيه؟ أنار أي جملة بقى؟ أنار المصباح مثلا يعني. إنارة وسكتوا على كده المفروض تبقى خطأ، لكن من ضمن التيسير على أبنائنا الطلبة قالوا يا جماعة لو كتبها كده ادوا له درجة. وفي ناس اعترضت على كده بس ياخدوا درجة. هو المفروض الصح يكتب إيه؟ إنارة واحدة. ياخد كمان درجة. ياخد كمان درجة كمان. المصدر الصريح. ومن التيسير عشان اسهل اعرف الناس ان في تيسير. لو كتب كلمة نيرة ودي خطأ. خطأ. وكتب واحدة بنعتبر واحدة صح عشان نقول لكم ان مدرس اللغة العربية دائما ما يتعاملون مع ابنائهم. هم طيب. ابنائهم بالفعل بقدر من الرحمة والشفقة يعني في نهاية بس احنا لو ما طلعناش كلمة الاسم المرة هي طبعا هي كلمة هي وقفة. وقفة وقفة من الثلاثي. وقفة من الثلاثي على وزن فعلة. احنا يعني كده بصراحة يعني الحمد لله نكون احنا ربنا يعني يسأل الله سبحانه وتعالى نكون وفقنا في تقديم بعض الاسئلة والنماذج الاسترشادية التي تعين ابنائنا من الطلبة والطالبات على فهم وتذوق اللغة العربية. انا بشكر الاستاذ صلاح على هذا المجهود. احنا اللي بنشكر حضرتك يا استاذنا ونتمنى ان حضرتك تبقى متواجد معنا بصفه مستمره. شكرا لحضرتك. شكرا صلاح. الف شكر. طلاب الاعزاء، طلاب الدور الثاني، كما قلنا في البدايه يعني ليس معنى ان تسقط هو الفشل، وانما الفشل هو ان تبقى اينما سقطت. نحن دائما ندفعك للامام، وانت بالتاكيد قد تعلمت من المره الاولى. باذن الله في المره القادمه ستكون افضل باذن الله. كنا معكم على مدار ساعتين، نتمنى بإذن الله أن تكونوا دائما في المقدمة. فإلى أن نلقاكم لكم منا أطيب الأمان، والسلام عليكم ورحمة الله.